مساكم الله بالخير مشاهدي استوديو اس بي سي في كل مكان. الخامسة بتوقيت السعودية يبدأ موعدكم مع حلقة جديدة مع برنامج استوديو اس بي سي، ومثل دايم نقول لكم حياكم الله وحيا العين وحياك الله نادر. مساك الله بالخير ريم. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. مساء الخير لمشاهدي استوديو اس بي سي، اكيد حلقه جديده متجدده متنوعه، ودائما مثل ما عودناكم على طاوله استوديو اس بي سي المزيد من المواضيع المتنوعه وكذلك الشيقه مع ابرز الضيوف في كل المجالات، معي انا وزميل تيريم، عشان كذا لا تفوتون مشاهده حلقه اليوم. وكمان مشاهدينا راح نرصد لكم آخر أخبار الشأن المحلي والعالمي، لكن أكيد قبل ما نبدأ معاكم بآخر المستجدات خلينا نشوف مواضيع فقراتنا والعناوين لليوم. قصص وتجارب مسعفين في أوقات الطوارئ مع مسعفة جوية. والشخصية الاتكالية راح نتعرف عليها اليوم وهل لها علاج؟ وكيف نهتم بالنباتات المنزلية خصوصا في فصل الشتاء؟ والحزام الناري، الأعراض والعدوى وأيضا طرق العلاج. وموهبة شعرية فوق العادة، طفولة أحبت الحرف والكلمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا لليوم، أكيد راح نبدأ معاكم حلقتنا بجولة إخبارية، لكن قبلها حابين نذكركم تقدروا تتابعونا وتشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاغ استوديو اس بي سي وحي هالعين. حيا العين مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل معكم إلى أبرز الأخبار لهذا اليوم، حيث أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دليلا خاصا بمواقع وارشادات التخييم وكذلك الكرفانات في أراضي الغطاء النباتي التي تشمل المتنزهات الوطنية وكذلك الأودية والنفود أو حتى غيرها، حيث يتضمن الدليل طريقة طلب التصريح إلكترونيا مع عدد من الإجراءات، ومنها طلب التصريح قبل النشاط بمدة لا تقل عن 3 أيام عمل. أكيد طلب التصريح إلكترونياً بيسهل الموضوع بشكل جداً كبير، وأيضاً تم تحديد بعض المناطق اللي أكيد راح نتعرف عليها اليوم مع ضيفنا المهندس يوسف البدر مدير إدارة المشاريع بمركز الغطاء النباتي. ويا هلا وسهلا فيك. الله يحييكم. يا هلا وسهلا. وعلى الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أكيد منورنا في استوديو اس بي سي، وحابين نتعرف أيضا على منصة التخييم ولماذا أطلقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية ودي نشير إلى أن المركز الوطني لتشفيف الغطاء النباتي لمكافحة التصحر هو أحد المراكز البيئية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ودور المركز يتركز في تنمية الغطاء النباتي و زيادة الرقعة الخضراء تحقيقا للمستهدفات السعودية الخضراء. بالنسبة لمنصة التخييم، أطلقنا منصة التخييم الإلكترونية للتسهيل حقيقة للتسهيل على طالب التخييم،
لإصدار التصريح بشكل مباشر وفوري في 51 موقع موزعة على 8 مناطق من مناطق المملكة، هي المناطق الأكثر طلبا للتخريج. طبعا الإطلاق صار تجريبي الآن، وما زلنا نعمل على طريقة التواصل المباشر لأيضا إصدار التصاريح، ولكن هذا الإطلاق زي ما تفضلتي راح يسهل كثير على طالب التخييم لإصدار تصريحه بشكل قوي ومباشر على ال 51 موقع. ممتاز جدا. مهندس يوسف، بالحديث عن إصدار التصاريح وأيضا الدليل الذي طرحتموه، يعني وأنا قاعد أتصفح الخبر وأشوف لفت انتباهي أن كل موقع أنتم مخصصين له نبذة تعريفية، ممكن توضح لي هالنقطة هذه؟ طبعا ال 51 موقع هي عبارة عن مكنزات وطنية منتشرة على 6 مناطق المشار إليها، اللي هي الرياض والمكرم والمكين والمنطقة الشرقية والكفير والحايل والجوف والباحة. والمناطق طبعا المتنزهات تم متنزه يتميز بيئه مختلفه عن الاخر، فحاولنا ان نوجد تنوع بيئي لارضاء جميع الراغبين في تخييم الموسمي خلال فتره الشتاء هذه. فوزعنا الموضوع بهذه الطريقه، وكذلك سهلنا اصدار التصريح بشكل فوري حتى نسهل تجربه. نعم جميل. مهندس يوسف، اكيد حابين اليوم نتعرف على المناطق، كم منطقه، وايضا ايش المناطق اللي يشملها التخييم تحديدا في فصل الشتاء الحالي. طيب احنا بالنسبه اذا تكلمنا عن التصريح الفوري مهندس يوسف، عشان نستغل وجودك معنا، بس لو ترفع صوتك شويه وتقرب السماعه منك شويه. طيب بالنسبه للتصريح الموسمي، احنا اذا تكلمنا عن التصريح الموسمي احنا نتكلم عن التصريح الطويل اللي هو ياخذ له 3 شهور كحد اقصى. اما المتنزهين فهو مفتوح لهم المجال في للتمتع في اراضي القطاع النباتي والمتنزهات الوطنيه، ولا يحتاج للتصريح ليوم الواحد او اللي هو التصريح اللي هو تصريح التنزه، هو مفتوح في اراضي القطاع النباتي والمتنزهات الوطنيه. ممتاز جدا. بالتوازي مع اطلاق المنصه اطلقنا دليل التخييم. طبعا دليل التخييم يسهل على طالب التصريح، يوضح له طريقه طلب تصريح التخييم، وكذلك مواقع التخييم اللي اشرنا لها، وكذلك ايضا بعض الارشادات والتعليمات. ووضعنا في الدليل ايضا اللائحه التنفيذيه لتنميه القطاع النباتي من فرع الصحه، وكذلك اللائحه التنفيذيه لمخالفات حتى يعني نريد جميع المتنزهين وطالبي التخييم المحافظه على تنميه القطاع النباتي يكون لهم دور ايجابي في هذا. جميل. مهندس يوسف، لعلي استغل وجودك واسال سؤال يعني ممكن يكون يعني خلينا نقول دارج عند الجميع، يعني الان لو احد مثلا خيم في مكان ما تخضع النقطة هذه لأحد، خصوصا بالدليل اللي اصدرتموه يعني ما هي موجوده في الدليل نهائيا، وخيم فيها، هل في مراقبه؟ هل في ترصد للمخالفات هذه؟ او انه فعلا انتم رقابتكم فقط على المواقع اللي انتم حددتوها؟ احنا المواقع ال 51 هي مواقع متنزهات وطنيه، اصدرنا عليها تصاريح للتخييم الموسمي للمدد التي تصل الى 3 شهور. باقي المواقع اللي لا تخضع لاداره المركز الوطني لتنميه القطاع النباتي لها ضوابط اخرى حسب الموقع اللي خيم فيه الشخص. يعني كل جهه لها ضوابط مختلفه. ولكن احنا نتكلم ايضا على التنزه اليومي اللي هو الدارج تقريبا 80% من الناس اللي هو تنزه او المواقع التصوير، هذا لا يخضع لمتطلبات لاصدار تصوير. جميل. مهندس يوسف، لو نتحدث عن الاشتراطات او التعليمات الواجب اتباعها لاصدار التصريح. احنا دليل التخييم
اللي اصدرناه بالتوازي وفي جميع المعلومات، هو عباره عن رابط ينقلك الى منصه نباتي ومن خلال الخدمات الالكترونيه طلب التخييم من خلال الخدمات الالكترونيه وبخطوات بسيطه يصدر التصريح الموسمي للمواقع ال 51 المذكوره في التصريح. ممتاز. مهندس يوسف، سؤال اخير وسؤال نبغى على قولتهم نعرف يعني مدى العقوبه اللي فعلا انتم راصدينها او الغرامه على الشخص اللي فعلا يخيم في المكان وتكتشفون انه مثلا يعني افسد المكان، خرب الغطاء النباتي، واكتشفتوا الموقع هذا واكتشفتوا الشخص، ايش هي الغرامات؟ تتراوح بين كم وكم؟ او انتم اللي تسنونها او في جهه اخرى هي اللي تقع بها؟ طبعا احنا في الدليل احنا اصلا ما نشرنا اللائحتين، اللائحه التنفيذيه لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، واللائحه الثانيه اللائحه التنفيذيه لمخالفات الحصاد. في كلا في الدليل مثلا. فطالب التخييم نريد طالب التخييم الاطلاع على هذه الادله فيها كل التفاصيل وفيها جميع المخالفات وايضا العقوبات، بحيث حقيقه نريد من جميع الناس اننا يكون دورنا ايجابي في تنمية الغطاء النباتي مكافحة التصحر بعيدا عن المخالفات اللي قد تضع الشخص في يعني تحت طاية العقوبة. جميل، أكيد نشكرك مهندس يوسف اللابدر مدير إدارة المشاريع بمركز الغطاء النباتي، يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك. أكيد ريم مثل الأدلة والأشياء اللي يعني خلينا نقول مثلا تصدر من الجهات وتكون واضحة وفيها شفافية، يعني على قولتهم ما تخلي أحد يتورط في مشاكل أو حتى ممكن تقع عليه غرامات لا سمح الله. فأكيد مشاهدينا الكرام يعني الآن بنروح أيضا لخبر آخر ومحور آخر، ونعتقد ريم بما أنه موضوع عن الطيران، أنت تحبين الطيران؟ لا. كيفك مع الطيران؟ يعني شوي. طيب لو مر مع اخر اخبار بنسمعها يا نادر، اخبار مو حلوه الصراحه. في خبرين قبل اسبوعين للطياره اللي هي 737، ريم الان تحرص انها ما تشوفها، في رعب شويه. طيب اليوم احنا مع البوينغ 787، حيث في فيديو مثير يظهر الكابتن حسن الغامدي وهو يواجه رياح قويه اثناء هبوطه ببراعه في مطار هيثرو بلندن. الحادثه جاءت خلال عاصفه ايشا التي ضربت بريطانيا والتي أدت إلى تعطيل حركة الطيران وكذلك النقل. الهبوط المتقن للطيار نال إعجاب الجميع وتمنى الجميع السلامة للكابتن حسن الغامدي. خلونا نشوف الفيديو. Hold on a minute, man. It's getting windy, getting windy. Oh, this is long, this is long. This is long. Get it down, son. Nice. أكيد الحمد لله على سلامة الكابتن حسن الغامدي وجميع الركاب أكيد. وطبيعي يعني حنا الطيارين بيواجهوا بعض المشاكل الجوية، بعض العواصف، لكن هنا بنشوف براعة الكابتن. أكيد ريم، وهذا ترى على فكرة واحد من ضمن الطيارين السعوديين المتميزين اللي فعلا أثبتوا أنفسهم سواء في الطيران الداخلي أو حتى الخارج. لما نتكلم عن العاصفة اللي ضربت بريطانيا وأجزاء من إيرلندا، يعني شلت الحركة، التنقل، القطارات، بعض الأعمال توقفت. فعلشان كذا يعني ما شاء الله تبارك الله على الكابتن حسن الغامدي اللي فعلا يعتبر أحد الطيارين السعوديين البارعين. صحيح. ونأخذكم أيضا مشاهدينا إلى خبر آخر، حيث مراهق أمريكي ينقل إلى العناية المركزة بسبب إدمانه للدخان الإلكتروني أو الفيب. طبعا انتشار هذه العادة بين المراهقين أسهم في زيادة حالات الإدمان، حيث يصل بعضهم لارتداء ميداليات تحمل أجهزة الفيب، مما يثير قلقا حيال تأثيرها السلبي على الصحة. أكيد دائما بنحذر عن من هذا الموضوع خصوصا المراهقين للأسف.
أكيد ريم الوضع ممكن يكون يعني خطير وممكن يكون تجاوز أيضا حده، خصوصا يعني في وجودها بأيدي المراهقين. هل بنتكلم عن الحالة هذه أو نتكلم عن الأضرار بشكل عام؟ عشان كذا ينضم معنا في عبر اتصال الهاتفي الدكتور أحمد العمار، وهو طبيب متخصص بالصحة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد وحياك الله. يا أهلا مرحبا، الله يحييكم، سعيد بظهوري معكم وأشكركم على تسليط الضوء على هذه القضية اللي يعني أخذت انتشار واسع ولا تزال آفة يعني تؤثر على المجتمع. جميل جدا دكتور، احنا الان قاعدين نشوف المراهقين، ما ابغى بس اعرج الضوء صراحه ان كل شيء نحطه براس المراهقين، حتى في ناس بالاربعينات بالخمسينات ادمنوا هالعاده هذه وادمنوا الشيء هذا اللي ممكن يكون خطير، ايش هي مخاطرها الفتاكه على جسمنا؟ طبعا هي بدايه السجائر الالكترونيه لما بدات كبديل او مو بديل، خلينا نقول هي وسيله للاقلاع عن التدخين عند الاشخاص، سوقت كوسيله للاقلاع عن التدخين بالاضافه الى انها تكون بديل عن الدخان العادي. الناس كانوا يعتقدون فعلا انها صحيه اكثر بسبب انها، او خلينا نقول مو صحيه، اقل ضرر من الدخان العادي بسبب ان ما فيها احتراق. ولكن كانت في بداياتها طبعا حتى جو ترخيص عندنا في المملكه ودول الخليج كانت يعني تسويقيا ماخذه صدى كبير، في دراسات حتى اجريت عليها مموله من نفس الشركات المعنيه في السجائر الالكترونيه، الترويج اللي صار لها انها ما فيها احتراق، خيار افضل، مساعد الاقلاع عن التدخين، خلى كثير من الناس يدخلون في هذا العالم. هل هي مضره؟ نعم مضره. هل فيها مواد مصرنه؟ نعم في مواد مصرنه. هل فيها نيكوتين؟ نعم في نيكوتين. هل اكتشفنا احنا جميع اضرارها؟ لا. يعني ترى الممارسه هذه تقريبا لها خلينا نقول 5 إلى 6 سنوات عالميا، وحنا يمكن عندنا في منطقتنا يمكن لها 3 سنوات 4 سنوات اخذت الانتشار حقها. مع العلم انها وقت انتشارها حديث الا ان اضرارها صارت ملموسه. يعني الدخان العادي ترى في بداياته اخذ عشرات السنين عشان نعرف انه مصرب والمشاكل اللي يسويها. لكن السجائر الالكترونيه من مرحله بسيطه صحيح ما تجاوز 10 سنوات صرنا الاضرار موجوده، حال يعني مرض جديد ما كان موجود عندنا، مرض مرتبط بالتدخين السجائر الالكترونيه. يؤثر على الرئه، يسبب مضاعفات، يدخل العين مركزه، حتى المراهقين الاصحاء اللي ما عندهم مشاكل مزمنه صار يدخلون العين مركزه بسبب استخدام السجائر الالكترونيه. فنعم هي فيها مواد مسرطنه وقد تؤدي الى مضاعفات على الرئتين مباشره. اكيد اضرارها كثير، ومثل ما ذكرت يعني الموضوع اخذ 5 سنوات فقط عشان نكتشف اضرار السجائر الالكترونيه، وهذا الشيء اكيد بيدل على كثره اضرارها. اكيد نشكرك دكتور احمد العمار، يعطيك العافيه. اكيد ريم، بالحديث عن السجائر الالكترونيه هي مشكله، هي آفه، لكن بالمناسبه احنا عندنا في شركة اسمها شركة بدائل تابعة لصندوق الاستثمارات العامة استخرجت منتج بديل اللي هو ديزرت، اللي ممكن يساعد على تقليل استخدام التدخين أو ممكن يقلل من الإدمان عليه. فأنا أعتقد أنه بعض الخيارات ريم قد تكون مجدية يعني نوعا ما. صحيح أكيد، يعني في خيارات أفضل من غيرها، لكن بالنهاية أكيد دائما نحذر من التدخين بشكل عام. وخلينا أيضا نأخذكم لخبر آخر، تضع مبادرة تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة اللي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني خارطة الطريق، تضمنت إجراء اختبارات حول تضاريس متنوعة وظروف مناخية متعددة أسفرت عن حلول مبتكرة لتقليل الزحام، طبعا تتراوح ما بين نظم الطائرات غير المأهولة الصغيرة إلى الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، واللي راح توفر وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأسرع نقلا للأشخاص أو حتى للبضائع. طبعا نحن نادر أمس كنا بنتحدث عن موضوع زحمة الرياض صحيح، وتناولنا هذا الموضوع. أكيد اليوم يعني الدولة صارت بتوفر بدائل، بتوفر طرق ممكن يعني نهرب منها شوية من الزحمة. بالضبط ريم، ولما نتكلم عن الطيران فإحنا أكيد أنه ممكن أنه على قولتهم يعني هذه الطيران المدني ممكن تلقى حلول وتلقى بدائل، خصوصا إن شاء الله المملكة راح تكون أيضا يعني قوة رائدة في الشرق الأوسط وحتى على المجال على مستوى العالم في مجال الطيران. لكن لما نتكلم عن الطيران خصوصا الطائرات الصغيرة الغير مأهولة أو حتى الطائرات اللي تعمل ريم عن بعد، فأعتقد أنه ممكن يقلل الزحمة، الحالات الطارئة تنحل،
فلها فوائد يا جماعة الخير، لكن إن شاء الله نتطبق وإن شاء الله نشوفها برضه. أكيد راح نشوفها على أرض الواقع بإذن الله، وبتكون حل للازدحام المروري اللي بنواجهه. مشاهدينا هذه كانت أخبارنا المختارة لليوم، وأكيد راح نبدأ معاكم فقراتنا لكن فاصل قصير وراجعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أكيد مكملين معاكم في حلقتنا وفقراتنا، ورح نتحدث عن خدمات الإسعاف في المملكة اللي تعتبر جزء حيوي من البنية الصحية، حيث تشمل هذه الخدمات مجالات متنوعة تتكامل لتقديم الرعاية والإسعاف في ظروف الطوارئ. تفاصيل أكثر في هذا التقرير خلينا نتابع. هل تبلغ عن حالة إسعافية؟ كم عدد الإصابات في الموقع؟ اتجاهك الفرقة الإسعافية. تعتبر جهود المسعفين حجر الزاوية في توفير الرعاية الصحية وجسر الوصل بين المجتمع والخدمات الصحية الأولية، فهم يمثلون الأمل والدعم بعنايتهم للمرضى وتفهم حالاتهم، وهذا يعكس روح التعاطف والرعاية الإنسانية. تبرز جهودهم من خلال تضحياتهم في مواجهة التحديات والمواقف القاسية واتخاذ القرارات السريعة والحاسمة والعمل لساعات طويلة من دون كلل لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ والحوادث والتنازل عن راحتهم الشخصية من أجل إنقاذ حياة الآخرين. هذا الدور المهني والإنساني الذي يقدمه المسعفون يجعلهم ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة، وهذا يعني أهمية تقدير ودعم المجتمع لجهودهم القيمة. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام، وأكيد للحديث أكثر عن مواضيع تتعلق بتجارب المسعفين، قصص وتجارب لمسعفين من ذوي خبرة ومقدمين الرعاية في سياقات الطوارئ المتنوعة. عموما أكيد مشاهدين الكرام يسعدنا أن تنضم معنا في الأستوديو سارة خلف العنزي، وهي مسعف جوي. أهلا وسهلا فيك سارة وحياك الله. أهلا فيكم سارة، منورة استوديو اس بي سي، وإحنا في استوديو اس بي سي دائما فوق طاولة البرنامج نسلط الضوء على الجميع، على جميع المبادرات القطاعات، كل من يقدم شيء للوطن. أنت ما شاء الله تبارك الله أحد خلينا نقول المسعفين الجويين في المملكة. في البداية إيش هي الدوافع اللي خلتك تتوجهين لهالمجال هذا؟ أنا بداياتي كانت الإسعاف الأرضي تبع وزارة الصحة. توجهي للإسعاف الجوي، بس أنا بس أبغى أوضح نقطة، أن في عندنا شركة ألفا ستار تابعة لصندوق الاستثمارات العام، عائلتي أحييهم من خلال الشاشة. ف الألفا ستار كان توجههم واضح من حيث تطوير وتنمية المسعفين، يعني احنا ناخذ تقريبا ما يقارب 31 كورس قبل لا نمسك مريض. ال 31 كورس هذه كلها ما بين عناية حرجة ورعاية حثيثة وسيفتي للمسعف، فهذه الكورسات كلها مجموعها يطلعون اللي هو المسعف الجوي. فكان يعني الواحد يبغى يتعلم هذا المسعف الجوي. 31 أيوه كورس، اي تقريبا ما يقارب 31 كورس، هذا من غير الدورات التخصصية اللي هي عندنا البيدياتريك ونيناتال كريتيكال كير اللي هو العنايه الحرجه للاطفال والخدج، العنايه الحرجه للكبار، فهذه كلها تعتبر دورات تخصصيه. فما حد يسوي فوكسنج على الدورات التخصصيه هذه ويطورك بالشكل هذا، ما ابي احطها بين قوسين الشركه هذه. فكان توجهي من لما بديت بالاسعاف الارضي انه انا ابغى اوصل بيوم من الايام الالفا ستار عشان التطوير اللي هم واصلين له من ناحية المسعفين، والحمد لله وصلت. جميل، أكيد نشكركم صراحة على الجهودات وعملكم أكيد في خدمة المجتمع. طبعا مثل ما ذكرتي أنت كنت مسعف أرضي وتحولتي إلى مسعف جوي، كيف تم الموضوع وكيف بيتم اختيار المسعفين للأقسام سواء كان مسعف جوي أو أرضي أو حتى بحري؟ شوفي بالبداية أي مسعف لازم يكون عنده اللي هو البكالوريوس في
الإسعاف والطوارئ من كلية العلوم الطبية التطبيقية. بعد ما تخلصين الكورس هذا أنت مؤهلة أنك تكونين مسعف في مستشفى في أي قطاع. الجو فيه شوي تخصص أكثر اللي هو الفلايت باراميديك سيرتيفيكيت، وهي أصلا رخصة مسعف جوي يعلمونك إيش التغيرات اللي تصير بالجو، إيش العلامات الحيوية اللي راح تتغير معك عشان ضغط الجو، إيش الأشياء اللي ممكن تصير مع المريض وأنت طالعة بالجو. فيها صعوبات أكثر ممكن. أيوة هي فيها صعوبات أكثر، والحالات اللي أصلاً تباشرينها مو نفس الحالات اللي تباشرينها بالأرض. يعني الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي الجوي، لأن إحنا نشتغل على وجهين، إحنا نشتغل طائرات مجنحة ونشتغل مع بالتعاون وبالشراكة مع الهلال الأحمر السعودي وتي إتش سي ذا هليكوبتر كومباني عشان نقدم الخدمة اللي هي السيم كول، نقدم الخدمة للمواطنين. فالبرنامج هذا كله كامل يتم تهيئته عشان احنا نعرف ايش التغيرات اللي تصير لنا من لما نطلع وقت التيك اوف لما نسوي لاندنج، ايش الاشياء اللي يعني تتغير. يعني من البدايات خلينا نقول ساره، طيب ساره احنا عارفين انه الارض مختلفه عن السماء، وكثير يعني من الناس اللي يخافون من السماء ومن الطيارات، انت ما شاء الله تبارك الله يعني السيدات الان بدوا يتجهون لهالمجال هذا. احنا عارفين انه في السابق كل الرجال الموجودين، كيف تشوفون الان فرصكم وحظوظكم وتواجدكم في هالمجال خصوصا يعتبر جديد؟ يعني حكيني عنه، تكلمي عنه شوي. شوف يعني الفرص صحيح جديده لنا كنساء، لكن الدعم اللي جالس نشوفه مو طبيعي. يعني الحمد لله يا رب احنا واصلين مرحله انه النساء والرجال صرنا نكمل بعض. صحيح. والدعم النفسي الدعم المعنوي اللي احنا جالسين ناخذه، وبالإضافة إلى الدعم والسبورت اللي من الشعب ناخذه، هذا الحالة تكفينا صراحة. صحيح. أكيد اليوم سارة حابين نتعرف على تجاربك، أشياء مريتي فيها. أكيد أن هذه مهنة مو سهلة، الواحد بيشوف يمكن أشياء كثير، بيشوف حالات كثير، فحكينا عن بعض تجاربك وكيف غيرت ممكن نظرتك للحياة. في كل رحلة إحنا نطلعها تغير نظرتي للحياة بشكل ثاني، بس إنه في نقطة أنا حابة أوضحها، إنه أنا كنت أطلع الإخلاء الطبي الجوي، كنت أقول إن هذه الخدمة بس تقدم للسعوديين فقط ومو بس تقدم يعني على مستوى محدود. لما دخلت المجال هذا، دخلت الإخلاء الطبي الجوي ودخلت شركة الفستار عشان أباشر عملي، انصدمت انه الخدمه تقدم حتى لغير السعوديين. يعني مو بشرط ان انت تعرفني او انت تقدم شيء عشان انا اطلع لك طياره، لا، انا احرك لك اسطول طيارات. صحيح. عشان اقدم لك الخدمه وبلاش. وهذا يعني شفناه ساره في فيديوهات كثيره يعني انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، انه يكون في مثلا طيران اسعاف يعني للكل، كل من يسكن فوق أرض المملكة العربية السعودية. والشيء هذا برضو شفناه في جائحة كورونا، المملكة دائما تولي اهتمامها للمقيم والمواطن. سارة الآن أبغى أسألك، الآن نبغى ناخذ تفاصيل شوية، الطيارة تتحرك لأي نوع من الحالات؟ طبعا في نوعين من الطيران، احنا قلت زي ما قلت لك الشراكة الاستراتيجية اللي مع هيئة الهلال الأحمر وتي اتش سي، هذه خاصة في السينكول اللي هو مباشرة الحوادث. يعني احنا متى نباشر الحادث؟ مثلا الاسعاف الارضي وصل، نقول على سبيل المثال وصل طريق الدمام والحاله حرجه، يعني ما يقدرون ينقلونها بالاسعاف الارضي، يعني المريض يحتاج نص ساعه عشان يوصل غرفه عمليات، يحتاج ربع ساعه، يحتاج اسرع وقت عشان يوصل غرفه عمليات. هنا تتحرك بالتعاون مع الهلال الاحمر توجيه الحاله، فاحنا نطلع نباشر الحالة، نسوي باكج للمريض وناخذ الأقرب مستشفى عشان الفترة اللي هو الزمني اللي باخذها بالطريق أنا أختصرها بالإسعاف الجوي. أكيد يعني الحالات الطارئة هذه ممكن يعني خليني أقول يكون فيها تحديات، يكون فيها صعوبات، والمهنة هذه بشكل عام، فإيش ممكن التحديات والصعوبات اللي بتواجهوها خصوصا في هذه الحالات الطارئة؟ شوفي أنا في نقطة بعد بضيفها اللي هو حالات الإخلاء الطبي. يعني إحنا نطلع من الرياض إلى مناطق المملكة كاملة، يعني نغطي مناطق المملكة، ففي تحديات كثير. يعني مثلا واحدة من أهم التحديات إنه كيف تنقلين طفل عمره 8 ساعات،
كيف تنقلين طفل تو مولود يعني الطفل خديج، فأنت كيف تطلعينه، ضغط الطيارة، الضغط الجوي، هذه كلها عوامل تأثر. بس التدريب اللي احنا مهيئينه لنا الشركة الحمد لله يعني واصلين مرحلة من الثقة انه نقدر نتعامل مع اي نوع من الحالات. جميل واجمل انه اكيد مهيئينكم مثل ما ذكرت للتعامل يعني مع الجميع ومع جميع الجنسيات، يعني ليست فقط حكرا على المواطنين في المملكة. طبعا. طيب سارة الآن بشوية تفاصيل، يعني في الجو أكيد مرت عليك يعني مواقف سواء وانت مثلا طالعة في الجو أو وصلتوا للحالة، عطينا بعض المواقف اللي مرت عليكم. يعني مواقف كثير، يعني كل رحلة وش الموقف اللي براسك قاعد كل دور. رحلة طي... يعني شوف مثلا أنا الحوادث ما تروح من بالي، يعني أتذكر لما أنزل أي مكان أشوف الناس كيف مرمية بالأرض يعني، فهذه فترة لحظية بعدين يجي موقف ثاني يمسحها ويجي يمسحها ويجي موقف ثاني بعدها. فكل رحلة كانت يعني ترسخ ببالي فترة وأجلس أتكلم فيها، أجلس أحللها بيني وبين نفسي، بعدين يجي الموقف الثاني، تجيني رحلة ثانية أسوي ديليت للي قبلها وأفكر باللي بعدها. يعني قد باشرنا حالة كانت تقريبا عدد الوفيات اللي موجودين بالسين تقريبا 6 حالات، بعدها جاء واحد من المسعفين من ورانا يبلغنا انه لا طلعوا 7 باقي يعني في واحد مفقود 7. فهذه من الاشياء اللي رسخت ببالي. يعني اكيد هذه المواقف ايضا يعني الواحد يتاثر فيها، فعشان كذا جزاكم الله خير على هذه يعني الجهودات وهذه المهنه اللي فعلا ممكن تكون صعبه من ناحيه الجهد وصعبه ايضا على الشخص ان هو يتحملها. فساره اكيد انت فخوره بنفسك، ايش المواقف اللي حسيتي فيها بالفخر بانك ساعدتي حياه شخص؟ الحمد لله كل يوم يعني لحالها، انا سعوديه جالسه اشتغل بالاخلاء الطبي الجوي، هذه لحالها تحسسني بالفخر، لانه انت تقدمين الخدمه العينات مختلفه والحالات مختلفه. يعني تخيلي انه انت تطلعين المناطق نائيه عشان انت تنقلين مريض كان يحتاج الرعايه الطبيه، فانت تسوين الفول باكج من الرعايه الطبيه، يعني انت كانك اي سي يو متنقل من مكان لمكان وتهتمين بذا المريض لما توصلينه وتعرفين صح. بعد فتره من اهله انه ترى المريض بخير، هنا انت تحسين بالفخر، انت تطمنين انه انت شغلك صح، امورك صح، حياتك صح. الواحد اذا كان منجز بشغله ريم وكان محب عارف انه عنده نقاط قوه يرتكز عليها، كل موقف يطلع فيه بالطياره او بالهليكوبتر بيشعر فيه في الفخر، خصوصا ان يعني هذه المهنه بتتعلق بحياه الاشخاص، فاكيد انه بياثر بشكل اكبر. بالضبط. لكن انا موضوع الفخر، عارف وين الفخر ساره؟ بالشعار الموجود على كتفك هنا. طبعا شعار التوحيد، شعار لا اله الا الله محمد رسول الله، اكيد انه كلنا كسعوديين لما نشوف الشعار هذا تجي فينا الحماسه، تجي فينا المساعده، تجي فينا الانسانيه، لاننا شعب انساني صراحه، والشيء هذا اكتسبناه من قيادتنا. طيب ساره انا قاعد اشوف في وينجات واشياء، ابغاك تكلميني عنها وايش مناسبتها. الوينج اللي موجود هنا هي هو الجناح عشان الطيران، واللي بالنص اللي هو الاسعاف. هذا كتصريح ولا ايش يعتبر؟ ولا كمعرف انه انت كمعرف انه احنا ميديكال كرو، احنا مسعفين جويين. إيه؟ فالجناح دلالة على أنه إحنا طايرين بالجو، واللي بالنص هذه العلامة الإسعاف الطبي. حلو. قد فكرتي تصيرين طيارة بعد ما شفتي الأجواء؟ صراحة لا. ولا عندك نية؟ ما عندي نية أني أصير طيارة، لأن أنا أحب الإسعاف صراحة، أنا أحب شغلي، أحب تخصصي، فما أتوقع أنه بيوم من الأيام بيكون عندي باشن التخصص غير التخصص هذا. طيب سارة إيش ممكن تكون أبرز المهارات اللي لازم تكون موجودة في المسعف، خصوصا المسعف الجوي؟ شوفي أنا قلت لكم بالبداية 31 كورس، 31 كورس هذه إحنا ما نطلع الطيارة لما نأخذها كلها كاملة، فلازم تجتازين الكورسات هذه كلها كاملة عشان أنت تكونين مهيئة عشان تكونين مسعفة جوية. طبعا الإسعاف الجوي يبغى لك لازم يكون عندك كنترول على نفسك، كنترول على اللي موجودين داخل الطيارة، كنترول على المريض، فلازم يكون متنبه لكل شيء موجود أمامه. هذه كلها الكرايتيريا تعتمد علينا مسعفين أرضيين أو جويين. لكن الشيء الإضافي اللي هو كيف السيفتي اللي موجود داخل الطيارة، كيف أنا أتعامل مع الطيارة، كيف أتعامل مع الضغط الجوي،
هذه كلها بعد من ضمن الأشياء اللي نحتاجها من ناحية سارة. التعامل مع الطيارة، أنت قلت كيف نتعامل مع الطيارة، هل يفتون لكم كورسات مثلا التعامل مع الطيارة لا سمح الله، مثلا كابتن الطيارة يحتاج مساعدة وأنتم موجودين، ولا لا أموركم تقتصر فقط على التعامل مع ركوب الطائرة، الضغط الجوي وإلى آخره؟ أنا وضحت لكم الكورسات، إحنا حتى السيفتي داخل الطيارة أيوة. إحنا مسؤولين، مسؤوليتنا إحنا، يعني لو صار لا سمح الله أي مشكلة على الطيار أو مشكلة على أي أحد من المرافقين المريض، لأنها أصلاً طيارات طبية مجهزة، إذا صار مشكلة على أي أحد موجود داخل الطيارة هذه مسؤوليتنا إحنا. أنتم جاهزين؟ إيه إحنا جاهزين، لأنه إحنا نأخذ كورسات تدريبية مو بس مختصة بالمرضى، مختصة حتى بالكرو اللي موجود معنا اللي هم طاقم الكامل، حتى طريقة فتح الباب، كيف يفتح الباب، كيف يقفل باب الطيارة، كلها نأخذها. جميل. أكيد سارة إحنا أكيد نشكرك، لكن يعني دائما إحنا في المملكة العربية السعودية دائما الخدمات موجودة، ومثل ما ذكرت وارجع أكررها مرة ثانية وثالثة، إنه الخدمات دائما تقدم لمواطن ومقيم، مثل ما ذكرت سارة إنهم يباشرون جميع الحالات وما يفرقون أو يشوفون إيش جنسيته إيش هو، الخدمة موجودة لمن يسكن في المملكة العربية السعودية. أكيد إحنا نشكرك سارة، الله يعطيك العافية، ونتمنى لك إن شاء الله مزيد من التوفيق والتألق، وأنكم تستمرون أيضا ببناء وطنكم ومجتمعكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. شكرا لك، يعطيك العافية، وأكيد نحن فخورين فيك وفي كل الأشخاص اللي بيقدموا مثل هذه الخدمات الإنسانية. يعطيك العافية، وأكيد مشاهدينا مكملين معاكم حلقتنا، راح نتوجه لفاصل قصير، لا تروحوا بعيد. يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، واكيد مكملين معكم مشوار حلقتنا لليوم. بروح الان لموضوع اخر، موضوع ممكن يكون موجود او هالشخصيه هذه تكون موجوده في كل بيت، في كل جروب، في كل جماعه، فعشان كذا راح نتكلم عن الشخصيه الاتكاليه اللي تعتبر حاله صحيه عقليه يمكن ان تجعل الشخص يعتمد بشكل مفرط على اشخاص اخرين علشان يلبون لاحتياجاته الجسديه والعاطفيه. الأكيد أن الاتكاليين موجودين بكثرة بحياتنا، كيف نتعامل معهم وكيف هو من المفترض أنهم يتعاملون مع من حولهم؟ عشان كذا راح نطرح الموضوع بشكل أوسع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ فارس القحطاني، وهو أخصائي نفسي كلينيكي. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس، حياك الله. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينا الكرام. أستاذ فارس، بالبداية خلنا نعرف الشخصية الاتكالية أو الاعتمادية بشكل عام، ناخذها بعيدة عن المصطلحات الطبية. أيه. شخصية اعتمادية بمعنى ما يستطيع أن يتخذ قراراته في حياته اليومية إلا بوجود أطراف آخرين وتلبية هذه الاحتياجات. شخص عنده انعدام ثقة في النفس، ما عنده مسؤولية، ما يستطيع أن يجد التوازن في حياته، انعدام لتقدير الذات، متعاطف جدا. إذا ما لبيت للشيء هذا أنت ما تحب لي أنا أدري. تعاطف يعني حساس يعني؟ حساس جدا، يشتغل على العاطفة، ما لبيت الشيء هذا أنت ما تحبني. يرى أنه استحقاق بالنسبة له، ولكن هو مش استحقاق، هو يعاني من اضطراب في الشخصية. فلما تتكلم على السمات والشخصية هذه موجودة، يمكن يتبادر إلى ذهنك أنت ولا الأستاذ ريم ولا المشاهدين، أكيد في أحد في حياتنا مر. جاء في بالي خمسة الآن. خمسة؟ إن شاء الله بنكون أستاذين. واجد. تلقى واجد يعني. فموجود، تلقاهم في العائلة، تلقاهم في محيط أسرتك، في الاستراحة، تلقاهم بشكل عام، ولكن هذول يعني المجتمع فرض عليك أنك تتعايش مع الشخصية هذه بوجود هذول الأشخاص، ولكن بشكل عام هو يعاني من اضطراب في الشخصية، قد لا يعي أنه يعاني من هذا الاضطراب. جزء كبير منهم ما يشعر أنه يعاني من هذا الاضطراب، فيقول لك معقول أنا سويت كذا يا نادر، معقول يا ريم أنا سويت كذا، كلام غير صحيح. يا أخي هذا حقي، أنت لو تحبني بتلبيني. تدري أبسط يعني في الحالات المتقدمة، كوب القهوة ما يقدر يتخذ فيه قرار. يا ساتر. أبي يشتري لي قهوة، والله يتصل، يعني يتصل على أم أو أب أو أخ أو زميل، أشتري ولا ما أشتري؟ طب وش ألبس؟ طب وشاكل؟ لا هذه عيش الحاله، هذا في المرحلة هذا في المراحل المتقدمه. في هو ما يشعر يعني، لها اليه، يمكن لها عوامل معينه لا تطرقنا فيها، ولكن هو مريض، مهما حاولت تجيبها يمين تجيبها يسار هو مريض. يعني لازم اضطراب، هو كاضطراب في الشخصيه. نعم، ما يشعر، هو ما يعي يعني، جزء كبير ما يشعر انه انا عاني من هذه المشكله. فيقول هذا استحقاق نفسي، تقدير الذات منخفض، انتم يعني دائما يلعب على وتر، تحبني اعطني، على قد ما تعطيني على قد ما أحبك.
جدا، وهذا ترى الاضطراب هذا في الشخصيه ترى عرضه، يعني النرجسي بياكله. اضطرابات الشخصيه من ضمنها النرجسيه السيكوباتيه، فالنرجسي لو شاف الشخصيه هذه بياكله اكل. بيكون في حرب ما بين الشخصيه الاتكاليه والشخصيه النرجسيه. يا سلام، حيدخل في التجنبيه، حيدخل في اضطرابات نفسيه اخرى غير الشخصيه، ولكن هو يعاني من هذا الاضطراب. في نهايه المقام لها اليه معينه في علم النفس، لها اساليب وطرق علاجيه معينه تقدر تتخذها معها. جميل، لكن استاذ فارس لو جينا نتحدث عن الاسباب، ايش ممكن تكون سبب الشخصيه الاضطرابيه؟ هل هو مثلا خلينا نقول دلع منذ الطفوله، تعود انه هو يتكل على غيره؟ نعم. او ايش الاسباب الاخرى؟ شوفي، اول شيء تقولي ممكن البيئه تلعب دور والوراثه تلعب دور. طيب خلينا نقول احد الاسباب، خلينا نقول الوراثه. طب قد يكون الأب أو الأم حاملين لأحد الاضطرابات النفسية سواء في الشخصية أو خلافة، أو قد يكون كلاهما، وممكن تعرض لصدمات. طب كيف كانت طفولتك؟ ترى شخصيتي أنا والثاني والثالث وكلنا تتكون منذ الطفولة، كيف كانت طفولتك؟ هل الدلال زايد؟ الدلال المفرط. طب الحق مشروع للأم والأب أنه تدلع ولدك، تكبره، تعلمه، أبفخر فيه، أبزوجه، ولكن ما زرعت فيه الاستقلالية. الدلال المبالغ فيه والمفرط يخلي الشخصيه هذه اسمعني انا بوقفك على النقطه هذه استاذ فارس عشان ما نبعد عنها، بعرضك فيها. كثير شخصيات انا اعرفهم في المجتمع يعني قريبين مننا يعني دلع ودلع ما الله به عليم، ولكن بمرحله حياتيه انتقاليه بعد وفاه الوالد العكس، شال البيت، شال امه، شال خواته، كان في تشارك. انا لما ادلعك ازرع فيك الاستقلاليه. بس احنا نتكلم متوازية. عن ايه، خلينا نفرق بالدلع عشان ما يقومون الحين الامهات يجلدون في عيالهم بسبب يقول والله طلع الاخصائي نفسي قال كذا. خليز كيف هو الدلع في الموضوع بالضبط؟ لا شوف، الدلع المفرط بمعنى خليه يتخذ قرارات. احنا طبيعتنا بشريه ما نخطي نتعلم، يا اخي نخطي، حخطي مره ومرتين وثلاث وحتعلم، هذه طبيعتي كبشر. ولكن اني اكون متحفظ ومنغلق على الابناء من قبل الام تحديدا. الاب عنده عاطفه ولكن شوي يرخي، الأم العاطفة زيادة بشدة. صحيح. فلما تدلعينه بزيادة، أكله، شربه، لبسه، زواجه، دراسته، احتياجاته، طيب هذا لما يندمج مع المجتمع وش بصير؟ ما عنده شخصية، وين الاستقلال؟ طيب لما يتزوج ما في زوجة بترضى أن واحد تتزوجه بالطريقة هذه يكلم أمه، طيب وش أسوي وش أفعل؟ بالعامية بتقول دلوع ماما، مع أن تكلم بمنطق يعني. والله فيه. فأنت ازرع الاستقلالية، وما في مشكلة مع الدلع والدلال اللي مفترض أنك تزرع في أبنائك. ويمكن يعني إذا بنعرج عليها بسرعة، يمكن هذه الصفة موجودة في أغلب النساء المطلقات. لما تنفصل تجربة سابقة لها في الزواج، تقعد تربي أبنائها، تربي أولادها، فتجي عندها استحقاقات نفسية وإسقاطات بناء على تجارب سابقة، فتضعها في الأبناء فترفع سقف الاستحقاق. الولد يتوتر خلاص، أنا عشت تجربة سيئة، ما بيولدي بنتي يعيشها، فأرفع السقف الاستحقاق. أنت قاعد توتره، خلي يعيش، خلي يتعلم عادي، بختي مرة مرتين، طبيعي بشر، إيش المشكلة في الموضوع؟ ولكن المبالغة الزائدة. ولو تشوف الآن موجود يعني جزء نماذج في المجتمع ما هو قادر يتخذ قرار، رجل تلقى عمره 20-30-40 والله 50-60 سنة مو عارف، يقولك أنا ماني عارف أتخذ قرار. نساء ورجال بشكل عام، ولكن ارجع للطفولة، ارجع للجذر، كيف كانت التنشئة، كيف كان العامل النفسي معك، وكيف تجي تبدأ فيها عوامل كثيرة مسببات لهذا الاضطراب. ممكن أحيانا يكون أيضا خوف من قبل الأهالي على الأبناء، بحيث أن هم ما بيسمحوا لهم يخلصوا أمورهم بنفسهم، فيكبر الشخص ما عنده حس بالمسؤولية. خوف طبيعي. شوف، إذا ما خفت على ولدك يعني وين غريزة الأمومة؟ لا، لكن بنتحدث عن الخوف المبالغ فيه، المبالغ أو الدلال المبالغ فيه. على قولهم هذه الجزئية اللي أنت زدت الجرعة فيها، خليته اعتمادي بشكل. بس إذا دلعتهم أستاذ فارس ممكن يكون يعني انتقام أو ردة فعل من الأم. ممكن يعني تطرقنا الآن، ممكن الأم عندها خلل نفسي، عندها مخلفات نفسية قاعدة ترسبات يا سلام. فتقعد هي تحطها على الأبناء، قد يكون بدراية منها، بعدم دراية. ممكن الأم مضطربة زي ما ذكرنا، تعاني من اضطراب في الشخصية، تعاني من اضطراب نفسي معين، ولكن كبكج كمجمل عام بالطريق هذه لابد أنك تمشي بخط متوازن. يا أخي والله يحز في النفس شخص كبير في العمر مو قادر يتخذ قراره، يا رجل حتى كوب قهوه انت عارف اتخذ ولا ما اتخذ؟ فهذه في الحالات المتقدمه، في الحالات الشديده لا. هذا فعلا دلوع ماما صدق؟ لا، هذا دلوع ماما. نتكلم انا اجيك بصيغه مجتمع لغه بيضاء، بعدنا شوي عن المصطلحات العلميه عشان بس الرساله توصل بشكل اكبر. نوضح المعلومه بشكل اكبر. طب خلينا نتكلم عن الاهل.
أو الأم على سبيل المثال، لو كانت الأم هي اللي بتعامل الأطفال بهذه الطريقة، كيف الأم ممكن تستوعب أن هي تصرفها وسلوكها مع الطفل ممكن يؤدي لأنه تتكون شخصية اتكالية؟ هي مش مستوعبة، هي لو استوعبت في المقام الأول ما سوت المبالغة. شوف، عوامل نفسية عديدة تلعب. علم النفس ما في شيء اسمه واحد زائد واحد يساوي اثنين. المشكلة هذه لها 60,000 سبب، ما أقدر أجزم أنه كيف كانت نشأة الأم. طيب ليش الخوف المبالغ فيه على الابن وعلى الابنة؟ طيب وش المشكلة؟ هل في صدامات دائمة في محيط الزواج؟ خلافات دائمة مع الأب؟ خلافات دائمة مع الأسرة بشكل عام؟ كيف تقبلها لنفسها؟ كيف تقبلها للمجتمع؟ إحنا دائما نقول ارفع استحقاقك النفسي، تقديرك لذاتك. يا حبيبي عادي تغلط، يا عيني يا قلب ماما عادي تغلط، اغلط ما عندي مشكلة، خليه يتعلم، لكن لا تغلفه بالباكج هذا وتخليه. والله مجتمعنا فيه نماذج، فيه وحوش، مجتمع بشكل عام، مش مجتمعنا احنا كسعودي، لكن كقاعدة عامة انت بتتعايش مع الناس، كيف حتعيش؟ صحيح، بكره حتتزوج وابناء وتخلف. هذا استاذ فارس، لما نجي للمنظور خلينا نقول الاطفال والعائلة، الان هالطفل هذا كبر وراح يتوظف في مكان، الان هنا تبدا الشخصية الاستغلالية الاعتمادية على الزميل. انا قاعد اشوفهم كثير زملاء عمل يستغل، يعتمد اتكالي، لما يصير عنده شغلة فلان خلصها لي، شوف يجيب لك كوب قهوة يدلعك. هذا نرجسي في المقام الأول، احذر منه. بس هو يعتبر هو شوف اعتمادي. شوف الشخصية نعم زي ما تفضلت، اضطراب الشخصية الاعتمادية قد تتداخل مع شخصيات أخرى الاجتماعية. نعم تتداخل فيها، ممكن تلقى فيه نوع من نرجسي سايكوباتي، ممكن مضاد للمجتمع، ممكن اضطراب نفسي. ولكن ليش احنا دائما نقول يا ناس احذروا من النرجسيين؟ لانه في بيئات العمل منتشرين. وش تسوي؟ يجيك عارف بالكلام المعسول، وش نسوي طيب؟ وياخذك يا نادر، ويا نادر ويا عيني ويا قهوة. حبيبي وكوب قهوه، وبعيد ان شاء الله عن الطاقم هذا، بس اتكلم بشكل عام. انا والله مشعل دائما يجيب لي قهوه صراحه في المطعم مشعل فيه. حتى ما قصر والله جاب قهوه، شكرا مشعل. فهي تحصل عادي، ولكن انت كيف تتعامل معها؟ يا أخي في شيء اسمه ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي. إذا أنت ما نميت عندك هذا الذكاء الاجتماعي العاطفي ما حتعيش في حياتك، معلش حتعيش كذا ماشي على البركة. نقطة أخيرة أستاذ فارس، عشان الوقت بس، هل ممكن الآن الاتكالية أصبحت تكنيك ممكن يتخذه الشخص الغير اتكالي؟ ما يبي، ما يبي تحمل مسؤولية. لا شخص طبيعي، شخص سوي، لا أجي أحط نفسي اتكالي عشان بس أصبر في حاجة. في اعتمادية عادية، مثلا يجيك واحد قال والله انا سمعت الاخصائي النفسي فارس القحطاني يقول هذه الطرف شخص يعتمد. طيب ابوي يعتمد عليه في البيت؟ لا، هذه غير. هذا دورك في المجتمع، دورك في أسرتك، تودي أمك، تودي خواتك، تجيب أغراض البيت، هذه اعتمادية طبيعية ممتاز كفعال. ولكن إذا كان أنه في اضطراب في التفكير، اضطراب في الشخصية، اضطراب في السلوك، في التعبير، لا، هذا أنت دخلت في حيز اضطراب شخصية اعتمادية. في ناس تستغل حسب ذكائك فيها، أنت كيف تتعامل؟ أتوقع أنها ممكن يعني مثل ما ذكرت توصل لمرحلة أن الشخص ما يقدر يتخذ قرارات، ما يعرف يتحمل مسؤولية، بكرة كمان ممكن يتزوج وما يعرف يتحمل مسؤولية. ما يقدر، ما في زوجة، معليش نتكلم بمنطق، ما في زوجة ترضى أن شخصية زوجها مهزوز، يدق على ما آخر الليل وش يسوي وش يفعل وصار، ما هو منطق. قعدت في بيت أمك ولا تتزوج وانتهينا. موجودة كثير، موجودة يعني موجودة. جميل جدا، أكيد أن موضوع يطول وموضوع يعتبر اجتماعي حلو، ناقشناه، عرفنا أسباب، عرفنا كيف نتفاداهم أو حتى ممكن نتعامل معاهم. إحنا أكيد نشكرك الأستاذ فارس القحطاني أخصائي كلينيكي، يعطيك ألف عافية. ألف عافية لك نادر أستاذ ريم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك، يعطيك العافية. وخلينا أيضا مشاهدينا نأخذكم إلى مشاريع سعودية. المهندس مشعل القاسم مؤسس منصة مشاريع السعودية التي تهدف لتغطية أكبر إنجازات المشاريع والتنمية في المملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير، خلينا نتابع. المهندس مشعل القاسم مؤسس منصة مشاريع السعودية، المنصة التي تأسست لترصد وتنقل تنمية المملكة في جميع القطاعات، وكيف تتحول اليوم لتكون عضو فعال لتوجيه التنمية وتطويرها. مشاريع السعودية كمنصة تأسست عام 2011 بعمل تطوعي
كنت انا المؤسس وبعدين تكون معي فريق خلال السنوات الاولى. الكلام هذا لها الان 12 سنه. بعدين حبينا ان يكون في استدامه للعمل اللي نشتغله وحولنا العمل كامل الى عمل تجاري في عام 2016، فاسسنا شركه وقتها كان اسمها مشاريع السعوديه، تقدم مجموعه كبيره من الاعمال والخدمات للجهات الحكوميه والخاصه. ويمكن كانت البدايه شخص واحد، اليوم وصلنا الى 65 من الموظفين في فريق العمل في الشركه الحمد لله، بنسبة تساعد تصل ل 98%. فريق عمل مبدع ورائع جدا يتابع التنمية في كل أرجاء المملكة كل يوم، سواء كان على منصات مشاريع السعودية أو لخدمة للعملاء المختلفين للشركة بناء على الخبرات المتراكمة اللي بنيناها خلال الفترة الماضية الحمد لله. طبعا منصة مشاريع السعودية متخصصة في إبراز إنجازات المملكة في كل القطاعات ومناطق المدن. هذا العمل استمر طوال السنوات الماضية، كان عمل شاهد على كل المرحلة اللي صارت، ومستمر العمل هذا لمتابعة جميع الأخبار التنموية من فريق العمل اللي موجود عندنا، سواء من كتاب محتوى، من منتجين، مصورين، فريق متكامل من الشباب والشابات اللي يعملون على هذا العمل يوميا، نتابع فيه التنمية بشكل مستمر، لأن اليوم المملكة أصبحت واجهة للاستثمار على مستوى العالم، مو فقط المستثمرين السعوديين، حتى الإقليميين. فكل هذه الأمور كانت تحتاج عمل منظم، عمل مرتب، عمل احترافي تكون خلال الفترة الماضية. يمكن الإضافة أيضا أبغى أقولها أنه الفترة الماضية كنا شاهدين على التنمية، متابعين لها وناقرين لها بشكل كبير جدا. يعني صار من ضمن حس المسؤولية عندنا اليوم نحن كيف نبتكر كفريق لمشاريع السعودية وندخل في قلب الأعمال بشكل أكبر، ونساهم في توجيه التنمية بطريقة أو أخرى مع القطاع الخاص، ونساعد في التوجهات العامة لتنمية المملكة في مختلف القطاعات. بمعنى وش اليوم القطاعات تحتاج بشكل أكبر، وش المطورين العقاريين يحتاجون بشكل أكبر، الفرص اللي تحتاجها المملكة وش هي، الجماهير وش يحتاجون، وكيف نحن نقود هذه التوجهات والأفكار لخلق المزيد من الإبداع، وكيف نحن نقدر نساهم مع الشركات الكبرى التابعة للصندوق أو غيرها نحن نحقق معهم مستهدفاتهم من خلال مثلا حجم الاستثمارات اللي يقدرون يجيبونها، من خلال مثلا التوعية والتعريف بمشاريعهم المختلفة للجمهور، أو حتى خلق أفكار جديدة ليعملوا عليها في تنميتهم خلال الفترات القادمة. تنوعت بين غرف اجتماعات منوعة للموظفين يقدرون يجلسون فيها خاصة أعمالهم، في أيضا عندنا غرف معزولة خاصة بالاجتماعات الخاصة والمكالمات، فيها عزل صوتي كامل، في عندنا غرف للترفيه يجلسون فيها الموظفين جلسات أرضية حتى فيها سواليف وسعة صدر، في عندنا أيضا مطبخ مختلف التقسيمات ناس يقدرون يجلسون عليه، طاولات سواء الخاصة أو حتى البار أو الخدمات العامة اللي موجودة فيه. يعني الأقسام هذه حاولنا وحرصنا أنها تكون منوعة بحيث أنها تعطي التميز في وش يحتاجون الموظفين في مختلف يعني أوقات العمل أو ساعات العمل. لما بدينا مشاريع السعودية كمنصة ما كنا عارفين كيف بيتكونون الجماهير لاحقا، ولا كنا ندري كيف ممكن هذه تحول إلى عمل تجاري، ولا كانت هذه الفكرة موجودة. ركزنا على القيمة الرئيسية اللي ممكن تصنعها مشاريع السعودية في المجتمع، والنتيجة صارت تحصيل حاصل، بمعنى أنه المخرجات اللي صارت، فريق العمل اللي تكون، حتى الأمور التجارية اللي صارت تحصيل حاصل ونتيجة لكل عمل احنا اشتغلنا عليه، لأن احنا حطينا الأساس والقيمة اللي نضيفها للمجتمع. فكل ما ركز الإنسان على القيمة الرئيسية اللي يبغى يضيفها هو المكان اللي هو ينتمي له، الأشياء الثانية بتجي معها بشكل تلقائي، المال بيجي معها، المهارات بتجي معها، العلاقات بتجي معها، كل شيء. لكن الإنسان لازم يركز على إيش الإضافة الرئيسية والفرق الرئيسي اللي يبغى يصنعه في المجتمع اللي حوله. هذا اللي سوته مشاريع السعودية واللي علمتنا عليه كلنا كفريق عمل وشفناه واقع اليوم الحمد لله. أكيد نشكر زميلتنا سارة سالم اللي رصدت لنا هاللقاء والتقرير الجميل اللي استفدنا منه واكيد طلعنا فيه بفوائد. عموما اكيد مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معكم في حلقتنا، فاصل وراجعين نكمل معاكم. حياكم الله مشاهدينا. لا يكتمل جمال منازلنا إلا بوجود النباتات الطبيعية سواء داخل المنزل أو خارجه، ولكن ارتفاع درجة البرودة هذه الأيام يؤثر على نمو النباتات مما يجعلها تحتاج إلى عناية. خلينا اليوم نتعرف مع
ضيفنا أحمد الغدير ونقول له أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. اليوم ما شاء الله نحن شايفين عندنا نباتات وشايفين أنواع كثير من النباتات في المشاتل، نروح للمشتل ونقول له نبغى نباتات تصلح للجو هذا. جميل. طبعا النباتات في الشتاء تنقسم إلى قسمين، خلينا نقول نباتات مثمرة نزرعها في محاصيل مثمرة في الشتاء، وعندنا الأزهار الشتوية. طبعا الأزهار الشتوية جبنا اليوم الماري جولد اللي هي القطيفة والبيتونيا وهذه الأقحوان، أو جبنا القرنفل كذلك والبفتة في الخلف. هنا جميل. هذه النباتات خارجية، الزهور اي نعم دائما نشوفها في الشتاء. نباتات الشعر. شتوية بالضبط. جميل. شتوية شتوية وفي الفصلين تبدع أكثر في الشتاء، يعني زهارها يزداد كثافة في الشتاء. طب عندنا كمان نباتات، هذه نباتات داخلية. اي نباتات ظل داخلية. اي نعم. جميل. هذه عند البوتس جولدن بوتس، وهذه الماربل كوين بوتس برضو، وهذه الزامية. ممكن هذه الأشهر والأسهل عناية يعني في النباتات الداخلية. جميل. طب في نباتات تكون للفصلين؟ بالنسبة للخارجية اي نعم، في فصلين وحتى في أكثر، اللي مثل البيتونيا البري، في عندنا حتى الريحان إذا اعتبرناه مزهر، أزهار جميلة ذو رائحة جميلة، اللافندر كذلك. هذه كلها فصلين يعني، وفي قائمة طولها. كنا نتكلم تحت الهواء عن اللفحات البرد اللي تصير للنباتات. حتى النباتات أحيانا بتتعرض للفحات البرد وتتضرر، فكيف نعالج هذا الموضوع؟ طبعا هو يكون من البداية أن أنا أهتم بالتربة بشكل جيد، أسمدها بشكل جيد، أستخدم السماد البقري وكذلك الهيوميك أسيد اللي يسهل على النبات مرور فصل الشتاء، يعني خليني أقول بهالشكل هذا. كذلك تغطية التربة بالبقايا قشور جوز الهند أو بقايا الخشبية، هذا يلح يعني يخفف لفحات البرد على النباتات. طيب في حال تعرضت النبتة للفحة البرد نقدر نعالج هذا الموضوع؟ أي غالباً يعني في حد معين نقدر نعالجها، يعني نعطيها خلينا نقول أنتيبيوتيك، خلينا نقول نستخدم لها الهيوميك أسيد وقليل من السماد البقري. الهيوميك أسيد إيش يسوي في النبات نفسه؟ يحسن أول شيء خواص التربة، ويحفز نمو جذور جديدة، ويسهل على النبات بقاء العناصر في الجذور نفسها. اليوم شايفة معك شيء بالنسبة لي هذا أنا أول مرة أشوفه، ممكن أتكلم عنه. هي تحتوي على إيش؟ إيش جوتها؟ هذه عبارة عن NPK وغالبا معها عناصر صغرى ثانية، حديد أو مغنيسيوم. هذه نستخدمها للنباتات الداخلية. هذه مثل الحبيبات NPK نيتروجين بوتاسيوم فسفور، نغرسها في الحوض نفسه، ومع الري المستمر كل فترة تذوب شوي شوي ويمتصها النبات بشكل على فترات طويلة يعني. طيب بالنسبة للنباتات اللي نشوفها زي كذا، مو اللي ما فيها زهور وما هي محاصيل، نباتات زينة، هل في منها أنواع ممكن تكون سامة ما تنصح الأهل أن يربونها، خصوصا في بعض الأطفال يكون شوية يعني فضوليين؟ أي نعم أي نعم. في أشهر نباتين موجودين هو اللي هو الدفنباخيا والكروتون. طبعا الدفنباخيا هو سميته تأثر لما يتناولها الطفل، تسبب انتفاخ في المريء، صعوبة في البلع، إسهال، قيء شديد، سيلان كثيف للعاب. الكروتون يعني أثاره أخف من هذا، ما يسبب الانتفاخ في المريء، لكن برضو يبقى نبات سام يعني ذو أثر على الطفل. لذلك أنا أنصح الأهل أو أي شخص يبي يقتنيها في مكتب بعيد عن الأطفال الفضوليين. كلنا نعرف الأطفال يعني وحب الفضول عندهم. أيوة بالذات لما يكون في نباتات. صحيح. صحيح. طب خلينا نشوف هذا التقرير ونراجعين معاكم. تتحلى النباتات المنزلية بأهمية كبيرة في توفير بيئة هوائية نقية وصحية وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء، وفي فصل الشتاء تأتي أهمية الاهتمام بها إلى الواجهة لضمان استمرارها. يتطلب الاهتمام بالنباتات المنزلية في فصل الشتاء رعاية خاصة بتوفير الإضاءة الكافية ودرجة الحرارة المناسبة وتوفير تهوية جيدة لتجنب العفن والفطريات، بالإضافة إلى فحص النباتات بانتظام للاكتشاف المبكر عن أي علامات على الأمراض أو الآفات. الاهتمام بالنباتات المنزلية في فصل الشتاء يعزز استمرارها ويحقق بيئة داخلية صحية ومريحة، مما يبرز أهميتها كعنصر أساسي يساهم في تعزيز جودة الحياة داخل المنزل.
ورجعنا لكم مع النباتات، ونبي نتكلم الآن على تحديدا الري، ري النباتات والأخطاء اللي الناس دائما توقع فيها. جميل. بالنسبة لنباتات الظل، نباتات داخل البيت، أكثر الأخطاء شيوعا اللي هي الري الكثيف. طبعا في الصيف نحتاج نروي من كل 5 إلى 6-7 أيام حسب حجم الحوض ونوعية النبات نفسه. في فصل الشتاء كل 7 إلى 10 أيام الري يكون زيادة على كذا، يبدأ النبات تصفر أوراقه ويذبل ويتحفن الجذور ويموت. طبعا في عندنا نبات الزامية، هذا من النباتات القليلة الاحتياج للري بسبب أن جذوره متشحمة وشبيهة بالبطاطا، فتحتفظ بأكبر قدر من المياه. هذه أنا أرويها كل 10 أيام، وفي الشتاء كل 12 إلى 15 يوم. طب ليه مايلة؟ هي سؤال يعني. أي أنا حط لها دعامة، هي طبيعتها تميل أغصانة، يعني يصير فيها كثافة في النموات وتبدأ تعطي مثل شكل المزهرية أو مثل الباقة يعني. طيب يعني لو أنا شفت منظر زي كذا هي ما فيها شيء، هي بس ما فيه تحتاج شيء. دعامة. هي تحتاج فقط دعامة يعني. جميل. أكثر. طيب احنا بنعرف النباتات المنزلية، احنا ما بتكلم عن مساحة كبيرة، ما بتكلم عن مزارع، بنتكلم عن مساحة صغيرة. تكلمنا عن كيفية تدفئة النبات من خلال السماد. جميل. في طرق ثانية ممكن نسويها في البيت، ممكن تغطية، خصوصا لما نتكلم عن السماد البقري يعني ريحته شوية أكيد يعني صعبة. في ناس ما تفضل انها تخليه حتى في البيت لو برا. صحيح. هو يستخدمون اليوريا كذلك، يعني اليوريا حار يعطي دفء للنبات، يتفاعل مع الماء يعطي دفء في الجذور، لكن استخدم كميات بسيطة يعني يدوب ملعقة طعام فقط، وأرويها أو أسقي ماء وخلاص، تعطيني تفاعل يصاحبه حرارة ويدفي النبات. كذلك مثل ما قلنا تغطية التربة، يعني سطح التربة، بقايا الخشب أو بقايا جوز الهند، هذه كذلك تحافظ على حرارة التربة نفسها. بقايا الخشب وبقايا جوز الهند هذه أخذها من المشاتل نفسها أو الأماكن المخصصة لبيع المنتجات للعناية بالنباتات، لكن مو أستخدم أي شيء عندي في أكيد البيت. أكيد أكيد أكيد. لأنه أنا سمعت في مرة أنه كانوا يتكلموا على السماد وممكن تسوي سماد في البيت، وكان الموضوع جدا شائك، لازم الشخص يأخذ حذر ويسأل فيه، غير كذا حتصير عفونة وحتموت النبات. أكيد أكيد. هو من الأخطاء الأكثر شيوعا اللي هي عفونة التربة، زيادة الماء وزيادة السماد، يصاحبها كذلك عفونة يعني إذا استخدمتها داخل المنزل بطرق خاطئة يعني. طيب يعني إحنا بنشوف تطبيقات أحيانا وإنت عندك رأي فيها، تطبيقات اللي بتبين النبتة هذه هل هي بحالة صحية تحتاج لعناية معينة، قل لنا تجربتك معها. والله بعض التطبيقات يعني يصير فيها أخطاء في الأسماء مثلا، أخطاء في المعلومة، يعني حتى في الاسم يكون فيه خطأ، ممكن يوضع الاسم الشائع بدال الاسم العلمي مثلا، أو يدرج نباتين تحت اسم واحد حتى، أو صنفين تحت اسم واحد، وهذا شاهدته كثير يعني بسبب أن البرامج يعني يكون فيها التيم في البداية صغير يعني، وغير ما فيها أشخاص مختصين فتصير مثل هالأخطاء. لكن غالبا بعض البرامج هذه كويسة وجيدة، وفي النهاية الزراعة عبارة عن تجارب، تجربتي ممكن تكون ناجحة وكذلك تجربتك ناجحة بناء على الظروف اللي أنت فيها، يعني درجة الحرارة، المكان اللي أنت استخدمتي فيه، ممكن نوعية التربة اللي أنا استخدمتها لتجربتين مختلفتين تعطي نتائج مختلفة يعني. طيب أنا جربت زرعت في البيت عندي وسويت كل شيء أنت تكلمت عنه، وحطيت السماد ورحت للمشتل المختص وقال لي حطي كذا وكذا وكذا وماتت، إيش السبب؟ غالبا يكون خلل في الري، غالبا يكون هو اللي أنا اللي شفته. قال لي يوم بعد يوم وكل شيء. حجم الحوض مهم جدا يعني، حجم الحوض هذا راح أحتاج أروي كل يوم، هذه مثلا حوض أكبر لا أحتاج مثلا يوم وترك، خاصة في الشتاء عفونة التربة مش منتشرة بشكل كبير يعني، لأن الماء ما يتبخر ويبقى في الأسفل التربة، تصير عليه عفونة وفطريات تأثر على الجذور وخلاص نفقد النبات يعني. تموت النبتة بعد كذا. طيب في حال صارت العفونة هذه هل إحنا كذا خسرنا النبتة؟ لا، في أحيانا أقدر أتوصل إلى حل كويس، أن أنا أنثر التربة وأنشفها من جديد وأرجع أحط تربة ناشفة، غالبا انها راح تمشي يعني، يحتاج الى عمليه بروسس بسيط كذا، ان انا اشيل النبات واشيل من التربه الرطبه هذه واحط تربه ثانيه، غالبا راح تمشي امورها يعني، لكن شوي قد تكون يعني فيها شغل زياده للبعض يعني.
ايوه تحتاج فعلا الزراعه تجارب. احنا شايفين في هذه النبته مثلا انت قاص جذورها قاص اشياء هنا اي هذه انا مزيدها يعني قصيت عقل قصيت من النبات وحطيتها في مويه لما طلعت جذور رجعت غرسته مره ثانيه. هذا نبات البوتس يعني من النباتات سهلة الاكثار ويعيش حتى في الماء يعني لو قصيت غصن الى فتره معينه تقريبا شهر الى شهر ونص فاحتياجاته تزيد لازم تنقله الى تربه، لكن تقدر تكاثره وتكثف الحوض الواحد نفسه يعني. طيب انا سمعت وما حضرتك اكيد حتاكد لنا يقولون الورد لازم تسقيه الصباح. هو الافضل الصباح يعني الصباح او المساء يعني. هو ليش فترة الظهر مثلا في الصيف تحمل أرض ويحمل ماء يأثر على جذور النباتات الجديدة والجذور الجديدة هي الأغلب اللي يكون فيها امتصاص للماء فالأفضل نسقي في الصباح البراد أو بعد صلاة المغرب يكون بعد بداية البراد الجديد أيوة. يعني هو عموما بس في أفضل وفي اللي هو عادي نقدر نسقي كذا وكذا ولكن أيوة. المعلومة اللي أنا قلتها إن شاء الله إنها صح يعني أي صح يعطيك العافية أستاذ أحمد يعني الحقيقة شرفتنا والأزهار جميلة زي ما احنا شايفين وفعلا مهم جدا أن يكون في كل بيت على الأقل نبتة واحدة بتغير الجو في البيت وتغير النفسية وجميلة الحقيقة ولا نهمل الزراعة حتى لو كان الفصل هو فصل الشتاء. يعطيك ألف عافية أستاذ أحمد شكرا لك شكرا لوجودك معنا مشاهدينا. خلينا نشوف هذا التقرير حيث تنطلق لأول مرة في المنطقة الغربية الجولة الدولية لقفز الحواجز بمحافظة جدة تحت إشراف برنامج الاتحاد السعودي للفروسية للبطولات الدولية وتتحدث معنا عن التفاصيل أكثر الفارسة والمدربة أروى المطبقان. اهلا فيك ساره ومشاهدي قناه اس بي سي. طبعا هذه الجوله لاول مره عباره عن ثلاث بطولات دوليه متتاليه تقام على ثلاثه ايام في الويكند من الخميس الى السبت وحتكون تسمى بجوله لانها عباره عن هم مرتبطين في بعض بس في نفس الوقت مش مرتبطين في بعض. كيف؟ يعني انه الفرسان اللي بيشاركوا في واحدة بطولة مو شرط انه يشاركوا في اللي بعدها او يتأهلوا للثانية او الثالثة. اثبتت فعلا البطولات هذه فورمة جديدة تقام هي مو جديدة كثير ولكن هنا في السعودية تعتبر جديدة. في اوروبا بدأت ممكن منذ 10 سنوات فقط واثبتت انه بعد ما الحصان والفارس يخلص الثلاثة اسابيع يكون تطور أكثر من أنه لو شارك في بطولة لوحده منفصلة عن الثلاثة بطولات في نفس المكان. ففي عاملين هنا إنهم ثلاثة بطولات في نفس المكان وبعد كده ينتقلوا لبطولات ثانية ففي لها مزايا بتساعد على تطوير مهارات الفارس والحصان مع بعض بالذات إذا يكون عندهم هدف معين يبغوا يوصلوا له استعداد لكأس عالم استعداد لأولمبياد أو شيء زي كده. ستنطلق البطولة يوم 24 يناير أول ويكند لمدة 4 أيام وبعدها 1 و2 و3 فبراير وآخر أسبوع حيكون يوم 8 و9 و10 فبراير. كل ويكند حيكون فيه مفاجآت ما حنتكلم حنخليها سربرايز عشان يكون في شوية تشوق. حيكون في المؤثرين في التواصل الاجتماعي طبعا مهم جدا لأنه حيعطي تغطية إعلامية كبيرة وحيكون إن شاء الله التغطية بحكم إنها بطولة دولية على المستوى اللي الناس تتوقعه إن شاء الله.
حيها العين مشاهدينا من جديد. انتشرت مؤخرا حملات للتوعية ضد مرض الحزام الناري وأعراضه وطرق تشخيصه وطرق الوقاية منه. فما هو هذا المرض ومن هم الأشخاص المصابين فيه؟ تفاصيل أكثر في هذا التقرير، خلينا نتابع. يعتبر الحزام الناري عدوى فيروسية تصيب الجهاز العصبي وتتسبب في ظهور حبيبات مؤلمة وطفح جلدي على شكل حزام، ترافقه معاناة بسبب الألم الشديد اللي يمتد على طول الطريق العصبي بالجسم ويؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والنوم والنشاطات الروتينية. إلى جانب الألم يواجه مرضى الحزام الناري معاناة نفسية صعبة ويشعرون بالعزلة والضيق نتيجة شعورهم بألم مستمر، وقد يسبب لهم القلق والاكتئاب. يكمن تحدي مرض الحزام الناري في التأقلم مع مراحل المرض وآثاره الطويلة، حيث يعزز الدعم الطبي والنفسي من تحسين نوعية الحياة للمصابين وتخفيف معاناتهم. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام، أكيد للحديث أكثر عن الحزام الناري أعراضه ومخاطره يسعدنا أن ينضم معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور أشرف أمير استشاري طب الأسرة. أهلا وسهلا فيك دكتور أشرف وحياك الله معنا في استديو اس بي سي. أهلا ومرحبا الله يحييكم وأسعد الله مساءكم وجميع السادة المشاهدين. دكتور أشرف، بالبداية احنا قاعدين نشوف في حملات يعني تقومون بها مشكورين للتثقيف وللتوعية في الحزام الناري، لكن بالبداية خلينا نستعرض ايش هو الحزام الناري وايش هي أسباب الإصابة به؟ طبعا هو المعروف أن مرض الحزام الناري هو مرض جلدي عصبي معدي، بداياته هي الإصابة بالعنقز في فترة الطفولة، وبعد كده بيصبح الفيروس خامل في أحد العقد العصبية وبينشط مرة ثانية بعد مرور عقود، عادة بعد سن 50 سنة لما يكون في ضعف المناعة أو الشخص يكون مصاب بأمراض مزمنة، يبدأ يظهر الفيروس من جديد بس في صورة الحزام الناري أو في حصول في صورة مرض الشنجل. يظهر في صورة طفح جلدي، قبل الطفح الجلدي بيكون في أثر بالحرارة في منطقة جلدية نطاقية يغذيها عصب معين، وبعد كده تظهر المنطقة الجلدية في صورة بثور وفي صورة فيصلات مائية، الفصائل المائية تحتوي على الفيروس وبعد كده تختفي. لكن المشكلة يعني أكثر من أنها مجرد مشكلة جلدية، هي قد تنتقل إلى مشكلة عصبية في صورة مضاعفات ما بعد الإصابة بالحزام الناري اللي هي الإجلال العصبي الطرفي. يصبح المريض يعاني من آلام مبرحة وحرارة وحرقان ونغز خفيف وضربات كهرباء تستمر معاه لأيام لأسابيع أو حتى شهور، وتعتبر هذه يعني من المشاكل أو المضاعفات المؤلمة اللي بتهدد جودة الحياة، ويصبح المريض مضطرب يعني نفسيا وأيضا ما يقدر يعني يقوم بأنشطته الحيوية اليومية بشكل طبيعي. جميل دكتور أشرف، أكيد حابين اليوم نتعرف أيضا من هم الفئات الأكثر إصابة بالحزام الناري، سواء كنا بنتحدث ممكن عن الفئة العمرية أو غيرها. نعم طبعا أكثر فئة معرضة للحزام الناري وإصابته هي الفئة اللي هي 50 سنة، وكلما الشخص تقدم بالعمر كلما ضعفت المناعة كلما كان في احتمالية للإصابة بالحزام الناري بشكل أكبر. ايضا الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه، سكر، ضعف كوليسترول وامراض مزمنه متعدده بتضعف المناعه، وبالتالي يصبح هذا الشخص من قائمه المؤهلين للاصابه بالحزام الناري. ايضا المرضى اللي هم بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه بعد زراعه اعضاء او بسبب بعض الالتهابات الروماتيزميه او التنفسيه زي الكورتيزون يصبح عندهم قابلين للاصابه بالحزام الناري. التوصيات الآن جاءت إنه أي أحد فوق 50 سنة لابد أن يأخذ اللقاح، ممكن السبب الأساسي هو ضعف المناعة بعد سن 50، لكن لاحظنا إنه بعض الأشخاص تحت دون 50 سنة بسبب إصابتهم ببعض المشاكل المناعية ممكن أيضا نعرض يعني نقدم لهم تطعيم كإجراء وقائي لحمايتهم من الحزام الناري في مراحل مبكرة. جميل دكتور أشرف، يعني اللي دارج أنا لأحد الأصدقاء اليوم يعني تواصلت معه وقال لي أنه أصيب بالحزام الناري، فذكر لي نقطة أنه يكون الحزام الناري له عدوى كبيرة ولها فعالية هالعدوى هذه، وبرضه ذكر لي أن الأطباء
حرصوا عليه حتى انه اصابع يده او يده ما تلمس عينه على اساس ما تسبب انتقال لاعضاء الجسم. خلينا نتكلم عن صحه هالمعلومه هذه وكيف ممكن نحذر الناس اذا كان فعلا ينتقل عن طريق العدوى. طبعا هو الاصابه الاساسيه بتكون اصابه ذاتيه، يعني الفيروس موجود في الجسم لكن ينشط في مراحل متقدمه من العمر ويصيب، لكن اثبتت الدراسه ان الحويصلات المائيه الموجوده في البثور الجلدي في المراحل المبكره من الاصابه ممكن تكون هي وسيله لانتشار العدوى بين الاشخاص وحتى الانتشار العدوى بين المريض والمخالطين فيه، فممكن يكون في امكانيه للاصابه من خلال المخالطه والتلامس المباشر مع الحويصلات المائيه اللي فيها تحتوي على كميات كبيره من الفيروس. طبعا دكتور اشرف، اعتمدت وزاره الصحه مؤخرا لقاح ضد الحزام الناري، لكن ما مدى اقبال الاشخاص على اللقاح؟ هل هناك اقبال كبير؟ والله الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الجهود الكبيره اللي بذلت في حملات تطعيم ضد الحزام الناري، كان في اقبال كبير جدا على الجرعه الاولى ووصلت النسبه الى مستويات عاليه حقيقه، وهذا يعكس مدى تفهم افراد المجتمع لاهميه اللقاحات وبالذات اللقاح للحزام الناري. واثبتت الدراسات انه التطعيم يعطي مناعه تصل الى 90% ووقايه بالذات للاشخاص المعرضين للاصابه. طبعا التطعيم بيعطى في جرعتين، الجرعه الاولى والجرعه الثانيه بعدها بشهرين الى 6 شهور، لكن للاسف الى الان الجرعه الثانيه لم تحظى بهذا يعني القبول او هذا يعني النسبه العاليه من التطعيم زي الجرعه الاولى. نحن الان مستمرين في اقامه فعاليات توعويه لافراد المجتمع وايضا للاطباء هذه الفرصه داخل العيادات صحيح. عند الالتقاء باي مريض قد يكون من هذه الفئه المعرض للخطر انه يحصل على تطعيمه اثناء تواجده في اي منشاه صحيه. نامل ان شاء الله من خلال الاعياد القادمه مثلا عندنا يوم 10 فبراير راح يكون في ماراثون في الرياض، ويوم 24 فبراير في عندنا الدراجين، وفي عندنا معرض كمان للالم في لوحه في شهر مارس تعاون مع المركز السعودي للفنون التشكيليه، وهذه يمكن كلها فعاليات متنوعه لزياده وعي وادراك افراد المجتمع للحزام الناري وطرق الوقايه منه. جميل. دكتور اشرف، يعني انتم ما شاء الله تبارك الله في الجمعيه السعوديه لطب الاسره والمجتمع، يعني حتى مؤخرا اقمتوا ثاني خلينا نقول فعاليه في البوليفارد سيتي، حتى انه عدسه استديو اس بي سي حضرت وقامت بتغطيه الفعاليه، وذكرت انت في مجمل حديثك من خلال التقرير اللي تابعناه على شاشه اس بي سي انه انتم تهدفون الى دخول موسوعه جينيس، بشرنا كيف صارت النتيجه؟ الحمد لله حصلنا على جائزة جينيس للأرقام القياسية. ما شاء الله. وكانت الحملة نعم الحملة اللي أقيمت في بوليفارد الرياض قبل أيام أو أسابيع بسيطة يعني حصلت على أكبر إقبال جماهيري كبير وتفاعل الجمهور مع هذه التوعية، وأصبح كل من يتلقى هذه التوعية أصبح هو سفير للمعلومة الصحيحة والموثقة لنشرها بين أفراد المجتمع، وبالتالي الحمد لله استوفينا كل الشروط اللي كانت مطلوبة لنا في الحصول على جائزة جينيس للأرقام القياسية في المشاركة المجتمعية في حملة تطعيم الحزام الناري، وأعتقد هذا إنجاز كبير ضاف لإنجازات المملكة وإنجازات وزارة الصحة والمجتمع السعودي إن شاء الله في هذه النوعية من الإنجازات المتميزة في المجال الصحي والوقاية من المرض. بإذن الله أكيد نبارك لكم هذا الإنجاز. دكتور أشرف، في معلومة أن 90% من الأشخاص يحملون الفيروس المسبب للحزام الناري، فهل هذا المرض نقدر نقول أنه منتشر بكثرة؟ طبعا الفيروس موجود زي ما ذكرت في البداية أنه موجود في كل واحد أصيب بالعنقة أثناء الصغر، والفيروس موجود لكنه ينشط تحت تأثير ظروف معينة تثبط المناعة، لكن الإصابة بالحزام الناري ممكن تظهر في بعض الأفراد وبعضهم لا تظهر فيهم، لكن كلنا تقريبا تحت سن معين بعد سن 50 وما فوق بنكون أكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري، فأعتقد هي فرصة سانحة لكل أفراد المجتمع للإقبال على تطعيم الجرعة الأولى والجرعة الثانية حتى نصل إلى وقاية بإذن الله تصل إلى 90% و95% وقاية كاملة شاملة للحزام الناري. طبعا
الفكره ما هي فقط يعني الوقايه من الحزام الناري، الفكره هي الوقايه من مضاعفات الحزام الناري اللي هي ممكن تكون اختلال عصبي طرفي والام مبرحه، ممكن تكون ايضا تنتشر الفيروس ممكن صحيح. يدخل في الرئه ويسوي التهابات رئويه او يصل الاغشيه السحائيه يسبب حمى شوكيه، يعني في مضاعفات كثيره بالضبط. خطيره حقيقه تهدد الحياه، لكنها بوجودها للتطعيم ان شاء الله يكون في وقايه كامله باذن الله. دكتور اشرف، بس سؤال اخير لعلي انا اخذ دائما اسئلتنا يعني ناخذها من مجالسنا من بيوتنا على اساس تصير الفائده اكبر، يعني انتم ما شاء الله تبارك الله دكتور اشرف يعني من القامات ومن الخبرات اللي اهل للاجابه على السؤال. احنا عارفين او انه سمعنا منك انه قد يكون يعني الناس اللي يصيبوا مثلا في العنقز او مثلا ما اخذوا اللقاحات، لكن برضو نقعد نسمع سوالف مجالس يقول لك سبب غسيل الملابس في المغاسل العامه قد ينقل العدوى وقد يسبب مثل هالفيروسات ومثل هالامراض، ابغاك تعطيني على قولتهم حميه كذا عشان المجتمع يبتعد عن مثل هالممارسات اذا كانت خاطئه فعلا. نعم، هو طبعا غسيل الملابس في الاماكن العامه والاماكن المشتركه قد ينقل بعض الانواع من الامراض، لكن الامراض الفيروسيه حقيقه لا تنتقل عن طريق غسيل الملابس في اماكن عامه او مشتركه في المغاسل، لكن لان الفيروس يعني بيكون حساس جدا لدرجات حراره معينه وبعض المطهرات المعينه اللي بتستخدم، وبالتالي بيكون فرصه للبقاء او احداث العدوى بتكون محدوده، ولم يثبت الحزام الناري انتقاله عن طريق في المغاسل، الانتقال زي ما احنا قلنا انتقال ذاتي داخل الشخص نفسه او عن طريق ملامسه الفيصلات المائيه او عن طريق الجهاز التنفسي في بعض الاحيان، لانه بيكون في صوره التهاب تنفسي عندي في بعض الاحيان. جميل، اكيد نشكرك دكتور اشرف امير استشاري طب الاسره، وايضا نشكركم على جميع الجهودات اللي بتقوموا فيها لتوعيه المجتمع من هذا المرض، يعطيك العافيه، شكرا لك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافه، وتمنياتي بالصحه والعافيه والسلامه للجميع. أكيد يعطيك العافية دكتور أشرف. أكيد مشاهدينا الكرام نتجه معكم الآن إلى تقرير قادم نتكلم عن الطبخة السعودية، يعني راح نتكلم في اللقاء القادم حبينا يعني نجتمع أو يكون في سيدات رائدات في المجتمع لما نتكلم عن مجالات مختلفة لإعداد طبخة سعودية من كل سيدة، عشان كذا نبغى نعرف ألوان الطبخات السعودية وكيف ممكن تنشأ لنا مكونات جديدة ومقادير عشان الكل يستفيد منها. خلينا نتابع التقرير ونرجع لكم. معنا اليوم احنا موجودين مع سيدات كل واحدة منهم في تخصص مختلف عشان نطبخ الأكل السعودية. عندنا دلال دخيل، هي طبعا مواترة موقع التواصل الاجتماعي، همسة خبيرة مكياج، وأبرار اسكندر هي كمان منسقة حفلات، بيان لنجاوي مواترة موقع التواصل الاجتماعي، وشيف لولو العزة طباخة، وشيف دينا بصراوي طباخة. اليوم حنتكلم عن الأكلة السعودية وإيش يميزها، وحيقولوا لنا كيف كل واحدة منهم حتحط لمستها في الأكلة. اليوم طبخاتنا حتكون القرصان النجدي بالبصل المكرمل والبلسامك، وحيكون معانا كمان فتة الملوخية الشهيرة بالكزبرة والثوم، وأنا بسوي لها هذا الرز اللي هو بالشعرية. دحين احنا بس خلينا شوية الشعرية زي انت شايفة لونها تغير شوية كرمل، عشان طبعا مرة يفرق في الطعم لما تسبكي كل شيء لوحده، مرة بيصير أفضل. ثلاثة حبات الرز بالشعرية زي ما انت شايفة اللون كيف صار، الملح الخشن او الملح اللي هو البينك هيمالايان سولت، طبعا هذا افضل انواع الملح لانه مرة صحي. احط دحين الموية دائما انا عندي اكلات كده مميزة واكلات ممكن تكون سعودية بس بلمسة عصرية، عشان نخلي وصفاتنا يعني تستمر. تعرفي لما نعمل القرصان بكارملايت انيس، نعمل السليق بطريقه مختلفه، حتخلي الوصفه الجيل الجديد يحبها لانه شكلها ما هو تقليدي، طعمها ما هو تقليدي، هي تقليديه ولكن بلمسه عصريه. الحقيقه انا ما فكرت بالفكره، بس انا قلت لهم تعالوا نسواها في مطبخي، يعني فكرت انه مطبخ ما شاء الله واسع ويكفينا كلنا، وحسيت انه كذا في سكشنز فيه نقدر نبدع،
نقدر نكون نفسنا، نقدر صحيح. نضحك، نقدر نتحرك، نقدر نتكلم. فحسيت انه حيكون احلى من اي مكان ثاني، فعشان كذا والجروب اللي معاي كمان رائع. حقيقة أنا نصيحتي لكل واحدة مثلا تبي مجالي، كوني طبيعية وكوني زي ما أنتي، هذا اللي حيميزك وخليك مختلف عن الثاني. صحيح. أنا أنصح كل واحدة تدور على شغفها، والحمد لله رحنا في دولة مسهلة لنا كل شيء، وحلمك هذا حيتحقق. ما في شيء اسمه مستحيل. أنا ما كنت أدخل المطبخ أساسا ولا أحب المطبخ، لكن أيام الحاضر كده كل يوم أدخل عصر وليل وفي النهار أي وقت عشان أسوي الطبق اللي يعجب أولادي ويعجب زوجي. أول ما بدأت كنت أجيب أشياء من برا، بعدين مع خبرتي ومع السنين لقيت إنه كل شيء ترى والله متوفر عندنا، كل شيء متوفر عندنا صار وبأقل الأسعار، بس هو السر إنك تعرف أماكنها. من نساء الشيف اللي يبغوا يعني يبدأوا مهنة الشيف يقدروا يبدأوا من مطبخهم، إذا أنا أقدر هم يبدأ. اليوم تعلمنا من السيدات اللي معانا الكثير من التجارب والمعرفة اللي تعلموها من رحلة حياتهم، وكلنا نعمل من أجل غد أفضل. حياكم الله يا متابعين الكرام، اليوم شرفتونا بـ SBC، بس حياكم الله نادر وريم. هلا، اليوم أنا راح أبوسهم. يا حبيبي والله السالفة فيها تبويس من البداية يا مشعل، الله يديم هالمحبة. نسلم من قريب. وش هاللقاء تذكر بالشماغ يقومون يجلدون أنا وياك؟ أول شيء تحت أنا ببوسك يا أخي. طيب ارجع مكانك الحين، انت رحبت فينا صح يا مشعل؟ ايه رحبت فيكم. طيب احنا ضيفنا يا جماعه الخير موهبه ما شاء الله تبارك الله، موهبه مكتمله الاركان، واللي يشوفه يقول ما شاء الله تبارك الله، شاعر فصيح صاحب قصص ويكتب ما شاء الله تبارك الله، ولسانه برضه معسول. مشعل السران يا هلا وسهلا فيك، ارحب فيك. طيب اقول لك شيء. قل. احبك وريم وبابا وانا. طيب بنرحب بابوك برضه رمزي السران، مساك الله بالخير معنا. الله يسعدك يا رب. يا اهلا وسهلا فيك حبيبي، يسعد مساك. مش ريم عاد عندك مشعل، سلم عليك. يا اهلا وسهلا مشعل، منورنا صراحه اليوم. يا حبيبتي منورنا، متحمسين انك معانا. يا حبيبتي اول شيء كيف حالك؟ والله طيب. طب ايش رايك كذا تعرف المشاهدين عليك، تعرفهم على موهبتك اليوم؟ انا بصراحه انا جاي عشانكم بس. انت جاي عشاننا؟ عشانك. احنا هنا عشانك يا حبيبتي. إيش ما أقول لك شيء؟ قل. أنا من طول الصباح وبالاستديو وما اختاروني. طيب الحين اخترناك تدري ليش؟ قالوا إنك شاعر صح ولا لا؟ صح. طيب أنا برجع لك الحين وبك تعطيني قصيدة بس. بس شوف. إيه لا اصبر أبروح لبوك الحين عرفت؟ وبرجع لك. طب أقول لك شيء. جهز القصيدة وبرجع لك. أنا بجهز قصيدة حقت أمي. خلاص جهزها وبروح لبوك الحين. طيب. رمزي ما شاء الله تبارك الله قاعدين نشوف صراحة موهبة. ودائما الشيء الجميل نشوف هالشيء هذا نقول هذا موهبه متكامله، وبرضه حتى المجتمع يستفيد منها. انت كأب كولي امر كيف اكتشفت الموهبه؟ كيف قدرت تحافظ عليها؟ كيف قدرت الان قاعده تنميها؟ قاعده اشوفك ما شاء الله. اولا الحمد لله، الحمد لله واشكر على الموهبه اللي في مشعل. موهبه انا شفتها من الصغر، يعني بسم الله ما شاء الله نبيه ذكي يحفظ، فتمنيت هذا الشيء تبنيته وبديت اسعى فيه. والحمد لله هذه الثمرة اللي قاعد أتعب عليها أنا أشوف الحين قدام المشاهدين، والكل يحبها ويتمنى لها كل خير وأنا فرحان. وش اللي يتمتع فيها أكثر هو؟ شلون؟ الجانب اللي يحس إنه ما شاء الله تبارك الله مبدع فيه. بسم الله ما شاء الله، ما أبغى أقول لك في كل شيء فتقول إني أبالغ، أي شيء أحطه أو أعطيه أنا وإحنا جايين ترى قاعد أحفظ القصيدة بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. أذكر الله صلى على النبي. واضح إنه يحفظ بسم الله صلى على النبي. ما شاء الله. طيب قصيدة أمك تقولها؟ طيب. ما فيك من زين؟ ما فيك من زين بس قلبي بغاك، ما يجي قلبي غير زالك واتبعه.
عزي عز لي قلبي المسكين ما تعداك تعبان متهد الهيام وتعبه سلامتكم صح لسان وش تعب قلبك يا مشعل طب اقول لك شيء قل لي شيء انا بصراحه ذا ما شغال فالذك لا شوف هو شغال يا مشعل بس بقول لك شيء انا بسالك سؤال الحين اول شيء انت ما شاء الله تبارك الله لابس ساعه ومعك سبحه خاتم وخاتم متزوج انت ولا وش سالفتك متزوجين هذا حق المتزوجين هذا ترى الخاتم اي متزوج ما شاء الله تبارك الله ورا ما عزمتنا على العرس ايش دخل لازم نجي قلها ابشر بالثانيه او على الثانيه ابشر ثالثه ما شاء الله هذا ناوي يعدد ما شاء الله شكله طالع لابوه ولا لا لا ابوه ينفي على الهواء خلينا نتكلم عن موهبة مشعل ما شاء الله يعني مشعل موهوب يحفظ بسرعة ما شاء الله بيحفظ القصائد لكن كيف قدرت انك تنمي هذه الموهبة ايش الاستراتيجية اللي استخدمتها عشان يعني يقدر يحفظ بهذه السرعة ما شاء الله تبارك الله هي في البداية كان على اساس انه كان فن وقدام عبادي غنى مع ليلى اسكندر مع عبادي جوهر اخوي رياض وجه له التحية هو اللي بدا وجه قال خليه يحفظ القصائد الولد ذكي فاول قصيدة حفظته اياها حامد زيد رغم انها طويلة بس بسم الله ما شاء الله حفظها حفظها على طول كانت اول قصيده كانت اول قصيده يحفظها لحامد زيد ما شاء الله طيب. وحفظها واتقن فيها شفت انه حفظ بديت اعطيه قصائد اقول انا اقول لك احنا جايين في الخط خليته يحفظ القصيده هذه بسم الله ما شاء الله يعني طيب نبغى نسمع ويحفظ قبلي بسم الله ما شاء الله انا احيانا اضيع لا هو يرجع يعدل لي شوف شوف وصار ايش تحدي انا وياه اقول له تعال بنحفظ القصيده هذه واللي يحفظها يعطي الثاني جائزه طبعا كل ما حفظ كل ما اعطيه هديه حلو يعني دائما يحفظ الجوائز لا لا بسم الله ما شاء الله الجوائز عنده كل شوي كل شوي طيب اعطي قصيده لحامد زيد أنا وياك نقولها حنا وبابا وأنا وأنت يلا بنقولها منك العذر وعلي المعذرة لا تحسب حساب لا هدي ولا هدير كل ذنب تذنبه بستغفره واحد ما يعذرك ما في خير دور في صدري وطن واستعمرة عندك من الضلع الأول للأخير عيش فيني وادمر اللي تدمره واعتبر لي واعتبر سرك كبير سلامتكم ما شاء الله تبارك الله طيب شوف انت بطل طبعا انا بصراحه انا احبكم طيب احنا نحبك طيب ايش تبي تقول ايش تبي تقول بابا سلمان احب محمد بن سلمان وبابا سلمان ويبغى يجيب قصيده قالها قلت له محمد بن سلمان بجيب حقه محمد بن سلمان حبيبنا هات اي والله انا حبيبنا نرفع راسنا كلنا انا احب محمد بن وبابا سلمان يا حبيبي انا احب محمد بن سلمان احب محمد بن سلمان جاني ما خلى منه احبه لعف في قلبي وانا ما ادري ونزال انا ودي ازعلنا نضحك نضحك وداوم على صدري سلامتك صح لسانك بس اقول لك شيء احبك اموت فيك شاطر هذه كلمات سريه بينهم انا قاعد احاول افهم بنحاول نفهم هذه بالهديه الحين هذه ترى انا بدعت ها بالهديه ابي استنى الهديه مش عارف انا بصراحه بابا ومثل أفشله ومكافأة لا على طول أرقد أنام بكرة يسامحني بس يعطيك الهدية وإذا أبدعت وإذا أبدعت إذا أنا أبدعت على طول المكافأة يعطيني أصلاً تدرس ولا لا ولا الحين ما درست أدرس روضة وتمهيدي شاطر في المدرسة شاطر والله بس أقول لك شيء تسوي شقهاوة شكلك لا قل لي شيء بيقول لك شيء قل شيء أنا بصراحة فالمدرسة الله يستر من صراحة أنا بصراحة فالمدرسة أنا كان كسلان شوي وشاطر شوي توك ما جالك ما حلو التوازن طيب قل أحيي مدرستي ومديرتي تحية لهم أحيي الأستاذة نورة وعمري وحبيبتي والأستاذة مشعل والأستاذة مشعل حبيبتي طيب مشعل ممكن تصير ممثل أنت؟ عادي أقدر يا حبيبي كيف تصير ممثل؟ وش الشخصية اللي تبي تسويها؟ شوف أنا بصراحة بابا اللي يسوي لي إياه ويتعب في يشغل لي مكان مدرسة كل شيء اللي يبي طب حلو معناته يبغاك تجاوب أنت عنه بالتمثيل طب أنا الشغلي في التمثيل إن شاء الله في مسلسل كويتي بإذن الله قريب طب في مسلسل سعودي بعد بابا قلت شيء بابا بإذن الله بيشوفوه قريب بإذن وش الشخصيات اللي ممكن يعني يبدأ فيها ما شاء الله وصغير بما أنك أنت عارف يعني مداخله ومخارجه طفل ابن ممثلة وأوجه لها تحياتي الأستاذ ريم والأخ دكتور حسام أبو الصيرة وفي مسلسلات ثانية إن شاء الله جاية في الطريق بتشوفها قريب بإذن الله بإذن الله وفي شيلات إن شاء الله بيجيبها شيلات مع ناس من حلو بإذن الله قريب بيجيبها ما شاء الله مشعل متعدد المواهب
هل في جهات تبنت موهبة مشعل وحبت أنها تطورها؟ في أنا أشكرهم وأوجه لهم شكري، المركز السعودي للموسيقى تبنى مشعل ما شاء الله، وفي ناس قاعدين يعرضوا عليها الفترة، وإن شاء الله بإذن الله أنا وياهم على تفاوض اللي فيها فائدة لمشعل. أنا راح طيب التبني عبارة عن إيش يعني؟ والله هذا اللي أنا اجتماع بيصيرنا يوم الأحد الجاي إن شاء الله، التبني بيكون على أي أساس؟ أما تبني المركز السعودي تبناه كليا، بيوجهوا بيطلعوا على الساحة بشكل عام. طبعا أنت يمكن شفت مشعل في الدقائق هذه ما خلف الكواليس، إيش رأيك في وجهة نظرك كمشعل محبوب؟ إذا كان أنت العالم كلها بسم الله ما شاء الله، التعليقات اللي قاعدة تجيني تفرحني، مشعل حبيبنا، مشعل محبوبنا، التعليق اللي شد انتباهي زيادة مش على المحبوب السعودية. ما شاء الله أنا محبوب السعودية فعلًا. طيب أبو مشعل ودنا نستغل يعني وجودك الآن، أكيد إن كل في بيت. أنت أمشي. إيه. بعطيك المسبحة وأنا 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 أمشي لك. خلاص. الله أنا اللي بأخذ منك المسبحة شوي وبغيت. إلا في دراسك. في دراسك. طيب أنا بأخذ منك المسبحة وبك تجي تجلس عندنا بعد هنا شوية الحين تعال. الحين. إيه تجي عندنا الحين تعال تعال تعال. خليك قريب كذا. خليك قريب حبك يزيد. خليني أسبح معك. تفضل. كيف بيض الله وجهك. طيب أبو مشعل الآن العوائل أو البيوت اللي عندهم مواهب وعندهم أطفال، كيف ممكن توجه لهم نصيحة وتوجه لهم أنه فعلا تبنوا المواهب طوروها لا تكبتونها خلوه ينطلق؟ عطنا كلمة للعوائل. ترى كل طفل عنده موهبة، كل طفل أو طفلة عنده موهبة جواه، إحنا اللي دورنا إحنا نتبنى هالموهبة. يعني إذا كان هو طفل يمكن من عمر الشهر، لا تحاول أنك يا الرجل أو المرأة تكسر في الكلام. يعني أنا أشوف أغلب الناس مثلا حتى يمكن واحدة من الأهل حبيبي، لا أبغى أقول حبيبي كسر الكلام، لا حبيبي. إذا كانت بنت صغيرة كلمها على أنها بنت كبيرة. إذا كان طفل نفس الطريقة تكلم معه على أنه رجل. شفت فيه موهبة تبنى هالموهبة. إحنا في بعض ناس يقول لك لا أو يكتم الطفل، لا أنا الطفل أشوف فيه موهبة أتبنى هالموهبة وأجي أشوفها ثمرتها في الأخير بتشوفها. أنا زي ما قلت لك تبنيت مشعل من يوم هو طفل، أمه كانت تقول الولد ذكي فعلا، ما اكتشفت شيء الولد اوكي انا عيالي اذكياء بس هذا تفوق الذكاء بسم الله ما شاء الله. وانت ذكي ما شاء الله تسلم لي. وانت ذكي يا ابو مشعل انك قاعد تستغل الموهبه بشكل جميل، والجرأة مثل ما ذكرت ريم برضه. كيف مشعل كيف تتغلب على التوتر؟ ما تتوتر؟ غششنا يعني حاط رجل على رجل يا ريم. تصدق بالله اخ نادر، اخ نادر انا طلعنا مسرح الكراسي اللي كانت موجوده 2000 الجمهور غير الخلف يمكن حدود 500، انت تتكلم على 2500 جمهور اخذ المايك وقاعد يتكلم بكل ثقه. ما شاء الله. انا كنت ايام المدرسه اخاف من المايك، هذا طلعني قال لازم تلعبون معي. هذا وانا قاعد الحين ريم تقول تكون انا توتر. انا زي كذا اقول ما شاء الله انك تطلع معي 20 ساعه اقول لا اطلع. حلفت حلفت اي حلف علي. طيب طلعوني غصب بالجماهير. شوف هذه كاميرتنا تشوفها صح، ابيك تقول للمشاهدين تابعونا بكره بحلقه جديده ونشوفكم. تابعونا بكره بحلقه جديده. مع السلامه.